بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سيدنا اليوم 24 من أدوات الإصلاح والتنمية الزراعية، رئيس مجلس الإدارة دكتورة شكرية المراكشي. ندوة اليوم عنوانها إكسار نخيل البلح بالطرق التقليدية وطرق التقنية الحيوية. الندوة اليوم للأستاذ الدكتور لبنى محمد عبد الجليل، رئيس بحوث بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح. أهلا وسهلا بكل السادة الحضور، وأهلا وسهلا. أشير البرزنتيشن؟ تفضلي دكتورة. لا أنا إمكانياتي ضعيفة شوية في الموضوع ده، ف كده تشير؟ لا لسه. لا يتشير. حضرتك فتحتي، أنت كنت فاتحة فايل؟ لا الفايل كنت فاتحة. طيب لحظة واحدة بس أشوف أنا كنت فاتحة إيه، أقفله؟ معلش عشان أنا إمكانياتي في الموضوع ده ضعيفة شوية بس. فين الفايل المفتوح دوت بقى؟ اقفليه من فوق بالإكس. أيوة. معلش لحظة واحدة بس. ماشي. معلش أنا إمكانياتي في الزوم ضعيفة جدا، معلش والله. لا أيوه اقفلي برضو الأحمر. أنا كده بفتحه. ماشي. أنا كده المفروض إن هو يتشير أهو. خلاص. إن شاء الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الخاتم لما سبق والفتح لما أغلق، النصر الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن سهلا. أتقدم بشكري وتقديري واحترامي إلى الأستاذة الدكتورة شكرية المراكشي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر تونس لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، لدعوتها الكريمة. وفق الله لصالح البلاد والعباد. وتقدم بشكري أيضا إلى الباشمهندس سعيد اللبان الغالي على قلوبنا كلنا، طبعا ما فيش حد ما يعرفوش، ربنا يبارك فيه يا رب، إنسان خدوم وإنسان ذو قيمة علمية عالية، بارك الله في حضرتك. كما أتقدم طبعا بشكري واحترامي لكل الضيوف الأفاضل لحضورهم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة هنتكلم عن إكسار نخيل البلح بالطرق التقليدية وطرق التقنية الحيوية، وحنحاول إن إحنا نستعرض المواضيع اللي إحنا هنقولها في الندوة. الأول هنعرف تعريف الشجرة المباركة. المباركة. كبر الفاير الأهمي... من... نعم كبر الفاير من تحت. حاضر. تمام. هنتكلم عن الأهمية الاقتصادية لنخيل البلح. بس كده هنتكلم عن الأهمية الاقتصادية لنخيل البلح، تقسيم أصناف نخيل البلح طبعا لدرجة الحرارة والرطوبة، عن إصدار نخيل البلح بالطرق التقليدية ومزايا وعيوب كل طريقة، الطرق التي يجب اتباعها لزيادة نسبة نجاح الفسائل، مواعيد زراعة الفسائل، مواصفات الفسيلة الجيدة، طرق فصل الفسائل، الإكسار بالطرق الغير تقليدية اللي هي زراعة الأنسجة. هنتعرف على علم زراعة الأنسجة وأهداف زراعة الأنسجة والأسباب التي أدت إلى استخدام زراعة الأنسجة في إكسار نخيل البلح، مراحل إكسار زراعة الأنسجة، مرحلة الأقلمة، ثم التوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلة التمر أو نخيل البلح، الاسم العلمي الاسم الإنجليزي ديت بالم، عائلة بالميسي، وحديثا صنفت بإريسيس.
زي ما احنا عارفين ان هي شجرة مباركة، يعني سميت بالشجرة المباركة، وذكرت في العديد من الآيات القرآنية، كما ذكرت في الأحاديث النبوية الشريفة، دليل على بركة هذه الشجرة وعظمتها شأنها عن شأن الأشجار اللي في الشجرة العظمى. قال الشاعر ممكن أشجار النخيل زي ما حضراتكم عارفين إن هو شجر شبه استوائي، بينتشر طبعا في المناطق الصحراوية وفي المناطق القاحلة والمناطق الجافة. شجرة النخيل مستديمة الخضرة، شجرة مستديمة الخضرة ومن الأشجار المعمرة، قد يصل أطوالها إلى 30 متر، أوراقها ريشية، أزهارها عنقودية، وهي من الأشجار وحيدة الجنس الثنائية المسكن. يعني في نخيل ذكري وفي نخيل أنثوي. بنقول إن شجرة النخيل دي شجرة حمولة، بتتحمل الظروف البيئية القاسية كارتفاع درجة الحرارة، ممكن تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، فتنمو أشجار النخيل طبعا بالمقارنة بباقي أشجار الفاكهة الأخرى. بتتحمل الملوحة، بتتحمل الجفاف، تتحمل ارتفاع مستوى الماء الأرضي. طبعا بتنجح في جميع أنواع الأراضي بدرجة تفوق عن أشجار الفاكهة الأخرى. بتعتبر، ولكن بيعتبر عامل محدد لزراعة النخيل في المكان عمق التربة وانخفاض مستوى الماء الأرضي. كلنا عارفين دلوقتي ان السلطات او الدولة بتحاول ان هي تتوسع في زراعة اشجار النخيل للميزات اللي احنا قلناها، ان هي شجرة حمولة وتتحمل الجفاف وتتحمل الملوحة، وان هي مصدر للدخل القومي. فبدأنا ان احنا نتوسع في الاصناف، وخاصة الاصناف التصديرية اللي هي مصدر للدخل القومي كالمجدول البرحي. وبتقوم الدولة بتكثيف الحملات الإرشادية لمزارعي النخيل، بحيث بيعرفوه إزاي النخيل بيزرع، عمليات الخدمة هي إيه، عشان أوصل في النهاية إلى المحصول بمواصفات جودة معينة أو مواصفات تصديرية. تنتشر زي ما احنا عارفين الأهمية الاقتصادية بقى النخيل، هنتكلم عنها. تنتشر زراعة النخيل في معظم محافظات الجمهورية، في الواحات وفي شمال وجنوب سيناء. الحقيقة أن ربنا حب مصر بالمناخ المتنوع، من مناخ صحراوي لشبه صحراوي لمناخ البحر الأبيض المتوسط، بحيث أن بتجود فيه كل أصناف النخيل، بتجود في الجو بتاعنا، وبتنجح بنجاح عالية، وبتدي كمان لو أنا اهتميت بعمليات الخدمة زي ما احنا هنقول، بتدي مواصفات جودة تقدر أني أنا أقدر أنافس بيها الأسواق العالمية. تكمن طبعا الأهمية الاقتصادية لنخيل البلح في كونها زي ما احنا بنقول مصدر للدخل القومي أو العملة الصعبة لكثير من دول العالم. النخلة هي الشجرة الوحيدة، زي ما الشيخ الشعراوي كان دايما بيقول، الشجرة الوحيدة اللي كل جزء في النخلة ليه منفعة. سبحان الله، يعني هي سميت بالشجرة المباركة لأن هي فعلا شجرة مباركة. من ناحية الثمار، النوى بتاعها، الليف، الجذوع، السعف، الجريد، جميع أجزاء النخلة ذات فائدة عظيمة للإنسان وكل الكائنات. لو اتكلمنا عن ثمار البلح، بنقول إن ثمار البلح ديت هي عبارة عن منجم، وسميت بمنجم للفيتامينات كلها والأملاح المعدنية. ممكن اعتبرها غذاء كامل، يعني ممكن الإنسان لو تناول في اليوم 7 ثمرات كما يعني أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى هو خد كده كل الفيتامينز اللي موجودة في جميع أنواع الغذاء بتاعنا. بتمد طبعا الجسم بالطاقة من خلال احتوائها، بتحتوي على سكريات وبروتينات وأملاح معدنية زي الفوسفور والكالسيوم والحديد طبعا والمغنيسيوم والصوديوم والكبريت، وبتحتوي على فيتامينز زي فيتامينات B1 وB2 وBDL وجميع أنواع الفيتامين. تدخل طبعاً التمور في كثير من الصناعات الغذائية، زي ما أنتوا حضراتكم عارفين إن هي بتقوم عليها صناعة الدبس،
السكر السائل، المربى، الخل، صناعة المعجنات، ودلوقتي في سكر كمان نوع من أنواع السكريات بتستخرج من التمور ممكن تستخدم لغذاء مرضى السكر. وفي صنف بالتحديد من أصناف الثمار على نخيل البلح بيعالجوا به مرضى السكر. وطبعا احنا بنقول بتقوم عليه الحرف الغذائيه والصناعات التراثيه، تستخدم جميع اجزاء النخله زي ما هنستعرض ونشوف. الجريد زي ما احنا عارفين تصنع منه الكراسي والاقفاص، بيستخدم الليف في صناعه الاحبال والمكانس. وحديثا والعلم الحديث اكتشف ان الليف ده بتاع النخل ممكن اعالج به الامراض الجلديه، يعني معمول عليه ابحاث بره كتيره. في نوع من أمراض الجلدية، بكتيريا وحاجات معينة بتصيب الجلد، فبيقول جربوا الموضوع ده، إن مجرد دعك الجسم بس بالليف ده فهو بإذن الله بيعالج الأمراض الجلدية. ده حديثا اللي اكتشفوه. جذع النخيل بيستخدم في تسقيف المباني في المناطق الريفية، وفي النجارة مواد البناء وقواقود أو حطب. وحديثا جولي طلاب من كلية الهندسة في أبحاث جارية على استخدام جذوع النخل في التسليح، فدي طبعا يعني بيعملوا جذوع النخل عاملين عليه سكيل من التجارب كبيرة قوي، إن هو بيعملوه بمواد معينة بحيث بيكسبوه صلابة ويستخدم فيما بعد إن شاء الله للتسليح، ومن ضمن المواد اللي بيبنوا بيها. بس يعني هي لسه ما زالت أبحاث. الخوص طبعا في صناعة الكارينة، أزهار النخيل البلح الأزهار بتاعته بتستخدم في صناعة ماء اللقاح، ده معروف جدا في منطقة الخليج. الأوراق والجذوع والبقايا، التقليم النخيل في عمل السماد البلدي أو كومبوست النخيل. وكمبوست النخيل ده من أغنى أنواع الكمبوست في العناصر الغذائية مقارنة بجميع أنواع الكمبوست الأخرى. تستخدم طبعا النواة، لو اتكلمنا عن النواة من هنا لألف سنة مش هنخلص عن استخدامات النواة. فعلا سبحان الله تستخدم في صناعة العلائق الحيوانية، دلوقتي بيستخدموها في تسمين الحيوانات لأن هي طبعا بتحتوي على نسبة بروتين عالية وعلى دهون وألياف وكربوهيدرات. تستخدم طبعا حضراتكم عارفين ان هي بتستخدم في تزيين الشوارع والميادين. بتستخدم ثمار البلح او التمر في علاج، ده اللي اكتشفه العلم الحديث، في علاج كثير من الامراض والمشاكل الصحية، منها علاج الامساك عشان بيحتوي على كمية من الألياف القابلة للذوبان، علاج البواسير، علاج تهيج القولون، بيساعد في علاج مرضى الضغط، وكمان هو خافض للكوليسترول. يعني لو حضرتك يعني أكلت عدد فردي منه بس بتداوم على إن هي تاكل العدد الفردي ده منه، فهو بيخفض كمان من نسبة الكوليسترول إضافة لباقي الفوائد بتاعته. طبعا أكله بانتظام زي ما احنا قلنا بيقي من أمراض كتيرة جدا جدا، منهم مرض السرطان وعلاج حساسية الجلد والدوار والغثيان، ويساعد في علاج الناس الذي يصابوا بأي حاجة في المعدة، أي مرض في المعدة عموما، يعني بيعالجوا ثمار التمر. هنتكلم عن تقسيم أصناف للبلح. إحنا دلوقتي لو أي حد جه يسألنا بيقول لنا أنا مزارع وعايز أزرع بلح ومش عارف أنا يناسبني أي نوع من أصناف التمر اللي أنا زرعه. طبعا زي ما احنا بنقول إن ربنا حب مصر بالجو المتنوع أو المناخ المتنوع اللي أقدر أزرع فيه جميع أصناف النخل والتمور، ويمكن احنا البلد الوحيدة اللي ربنا حبانا بهذه النعمة. فأنا بقول له أنت هتزرعه في منطقة إيه؟ وجه قبلي ولا وجه بحري؟ كل صنف من أصناف النخيل ليه درجة حرارة ودرجة رطوبة، كما قسموها العلماء درجة الحرارة ودرجة الرطوبة مناسبة لنمو البلح. طبعا زي ما احنا بنقول قبل ما نحن نزرع شجرة التمر، أي صنف من أصنافه في أي منطقة لازم دراسة، العلماء بيقولوا لازم دراسة درجات الحرارة والرطوبة اللي في المنطقة، طبعا إيه من واقع بيانات الأرصاد لتقدير مدى نجاح أي صنف من الأصناف النخيل. يعني أنا هنا لو عندي في مصر والجو بتاع مصر وزرعت الأصناف الجافة
هتنمو خضري بس مش هتديني الاثمار اللي هينمو في صنف البلح في وكي ابلي. وكذلك ده مثال يعني من امثال. تقسم اصناف طبعا طبعا زي ما قلنا درجات الحراره والرطوبه النسبيه. عندنا اصناف رطبه او الاصناف الطريه، احنا بنقول ان هي بتؤكل الاصناف دي في طور الرطب، بتحتاج الى مجموعه من الوحدات الحراريه العلماء حددوها ب 2000 ل 2100 وحده فرنهاطيه، وتبلغ نسبه رطوبه الثمار 30%. اهم اصنافها زي ما حضراتكم عارفين الزغلول والثماني، طبعا ما فيش حد فينا ما يعرفش الزغلول والثماني والاصناف الرطبه دي، بينتشر طبعا في ادكو ورشيد وبنت عيشه والحياني، بيكثر زراعته طبعا في محافظات الاسكندريه ودمياط والمرج والاليوبيه والشرقيه. صنف الامهار طبعا ده بيميز منطقه الفيوم او الجيزه، وزي ما احنا عارفين انه قلنا انه بيؤكل في طور الرطب. وفي صنف اخر احنا بنقول على سبيل المثال، مش الحصر كمان، هي في اصناف كتيره احنا بنقول على سبيل المثال بس. العريبي بيزرع باعداد قليله في منطقه ادكو ورشيد. السلمي بينتشر باعداد قليله في محافظه الاسماعيليه. الحلاوي بينتشر في شمال الدلتا باعداد قليله. الاصناف النصف جافه او الشبه جافه، هذه الاصناف بتتجاوز مرحله الرطب، يعني الجفاف بتاعها بيكون جفاف نسبي، ما بتتصلبش، لا هي بتتصلب زي الاصناف الجافه ولا بتبقى طريه زي الاصناف الرطب. طبعا بتظل محتفظه بصفات جودتها وصلاحيتها للاستهلاك لمده طويله اكثر من الاصناف الرطبه. بتحتاج الى مجموعه من الوحدات الحراريه 2500 الى 2700 وحده فرنهايت، تبلغ نسبه الرطوبه فيها من 20 الى 30%. طب اهم اصنافها ايه؟ السيوي. ايه اهم المناطق اللي فيها السيوي بينتشر؟ الجيزه والواحات والوادي الجديد. صنف العملي والعجلاني تشتهر به محافظة الشرقية والإسماعيلية. الحجازي تنتشر بأعداد قليلة بوحدة الخارجة والدخلة بالوادي الجديد. أما الأصناف الجافة هي من الأصناف التي تصل ثمارها للجفاف الكامل دون أن تفقد مقومات الجودة، يمكن تخزينها طبعا لفترات طويلة، وهي تستهلك كثمرة جافة حلوة المذاق. نسبة السكريات السكروز فيها 65%. ايه هي الوحدات الحرارية اللي بتحتاجها؟ من 3800 الى 4200 وحدة فهرنهايت، ونسبة الرطوبة فيها طبعا بتقل عن 20%. اهم اصنافها الملكابي والسكوتشي، البرتمودة، الجنديلة، الدجنة، الجرجودة، الشامية، وهما أهم المناطق انتاجها في محافظة أسوان في وجه إبليا. هنيجي نتكلم هنا عن إكثار نخيل البلح، ونستفيد بقى بموضوع المحاضرة بتاعتنا. بنقول إن نخيل البلح بنكثره يتكسر بطريقتين، الجنسي واللا جنسي، وهنقول مميزات كل طريقة وعيوب كل طريقة. طبعا الجنسي بالبذرة، التكاثر اللاجنسي بالفسائل أو الرواكيب أو زراعة الأنسجة. التكاثر بالبذرة، تتم الزراعة بالبذرة المأخوذة من ثمرة ناضجة. الطريقة دي كانت سائدة منذ القدم في كثير من مناطق زراعة التمر أو المناطق المعزولة، لكن قل استخدامها الآن، وحنقول قل استخدامها الآن ليه؟ كانت بتستخدم قلنا على نطاق طيب او نطاق بحثي، وهنقول ليه برضه. في عيوب للتكاثر البذري، اولا الاكثار بالبذري بيحصل انعزال في الصفات الوراثيه. يعني ايه انعزال في الصفات الوراثيه؟ يعني انا لما ازرع نخله بذره، الفسيله اللي طالعه جنبها او مش هتطلع مطابقه للام تماما، حتى لو الام فيها نسبه ان هي كويسه او الثمار بتاعتها كويسه، فهي مش هتطلع مطابقه للصفات الوراثيه للام لحدوث الانعزالات الوراثيه. نخيل البلح زي ما احنا قلنا في الاول خالص وحيد الجنس ثنائي المسكن، يعني قلنا في المتوقع وحيد الجنس ثنائي المسكن، يعني قلنا نخل ذكر ونخل انثى، فالمتوقع لما انا ازرع البذره هتطلع لي 50% ذكور و50% اناث، ويصعب التفرقه بين الذكور والاناث في المراحل المبكره.
أنا لكل 25 نخلة أنثى بحتاج ذكر واحد بس لتلقيحها، أنا مش محتاج نسبة الذكور دي. ده سبب من أسبابه، عيب من عيوبه. تاني عيب إنها بتتأخر في الإزهار والإثمار، ممكن توصل لي من 8 إلى 10 إلى 12 سنة كمان في الإزهار والإثمار. الثمار الناتجة من النخيل البذري طبعاً أقل جودة بالمقارنة بالناتج من التقاصر الخضري. بالرغم من عيوب الإكسار البذري فإنها الطريقة الوحيدة لانتخاب الأصناف الجديدة التي تتميز بصفات يرغبها المربي سواء كمية المحصول أو خصائص الثمار أو مقاومتها للأمراض. أنا في الحالة دي ممكن أعمل إيه؟ طبعاً أنا لما هزرع دلوقتي أصناف بذرية كتير ممكن أن أنا أمشي في برنامج انتخاب، هنتخب الشجرة شجرة النخيل، هنتخب ذو الصفات الثمرية الجيدة، طلع لي صفات ثمرية جيدة خلاص. بس أنا أكتر منها إزاي؟ أكتر منها عن طريق الفسايل اللي هي طالعة تحتها، لأن لو زرعتها بذرة زي ما بنقول عسل نزلت الصفات الوراثية، فأنا باخد الفسيلة اللي طالعة جنبها. لو صفات الشجرة دي جيدة وأنا خدت الفسيلة بتاعتها وقعدت زراعتها، طبعا هي مطابقة للأم في كل حاجة، هو يعتبر إن هو تقاصر خضري مش بالبذرة. حضرتك سامعاني ولا في حاجة؟ مش مهندس، مش مهندس. فيه صوت او لا؟ انا بقفله على طول من غير ما حضرتك تتكلمي، انا بقفله على طول. اوكي كملي. الحاجه الثانيه او ادخال او نقل صفات وراثيه مثل مقاومه الملوحه والجفاف. في الحاله دي استخدم ايه؟ التقاصر البذري. الإكسار الخضري، لو أنا اتكلمت دلوقتي عن الإكسار الخضري في النخيل، عشان بعتذر بس كده، فقنا إن الإكسار الخضري يعني إن النخلة مطابقة للفسيلة اللي أنا هاخدها من جنب الأم، مطابقة لها في الصفات الوراثية تماماً، في جودة الثمار والنمو الخضري بتاعها وكل حاجة، وغزارة المحصول بتاعها مطابقة للأم في كل شيء. احنا بنقول ان الطريقة دي الى عهد قريب كانت هي الوسيلة الوحيدة للتكاثر الخضري، انما بعد طبعا علم زراعة الأنسجة والتقدم في علم زراعة الأنسجة ما اصبحتش هي الطريقة الوحيدة للتكاثر الخضري. هي طريقة جيدة للتكاثر الخضري، هنقول برضو مميزاتها وعيوبها، ولكنها هي مش الطريقة الوحيدة برضو. هنتكلم برضو عن زراعة الأنسجة. احنا بنقول ان الفسائل تنتج الفسائل من براعم موجودة في إبط الأوراق القريبة من سطح التربة، زي ما حضرتكم شايفين كده القريبة من سطح التربة. وطبعا عدد الفسائل المنتجة جنب النخلة بيختلف على حسب الصنف، في أصناف بتطلع عدد قليل أو عدد نادر من الفسائل، وفي ناس بتطلع وفي شجرة بتطلع عدد كبير، وعلى حسب نوع التربة وعلى حسب عمليات الخدمة اللي أنا بخدمها في النخلة، سواء خدمة رأسية أو خدمة أرضية. طيب يا ترى إيه هي المواصفات الجودة بتاعة الفسيلة أو مواصفات الفسيلة الجيدة؟ عن لو كلمت عن مواصفات الفسيلة الجيدة، بتفصل الفسائل الكبيرة الحجم. لو أنا دلوقتي رايح أشتري فسائل علشان أزرعها، فبيفضل إن أنا أخد الفسيلة كبيرة الحجم اللي بيتراوح عمرها من 3 إلى 4 سنوات، الطول بتاعها متر أو متر ونصف أو مترين، وزنها لا يقل عن 20 إلى 30 كيلوغرام. بيفضل الفسائل طبعاً، أنا بحاول أشوف الفسائل هل هي مصابة إصابات فطرية ولا إصابات حشرية، بحاول إن أنا أخد الفسائل خالية من الآفات والأمراض، بتأخذ من أمهات سليمة. التأكد من مطابقة فسائل المراد غرسها للصنف المرغوب. وهنا هنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا بتحصل، ان في ناس بيشتروا فسائل من مصادر غير موثوق فيها. ايه اللي بيحصل؟ الفسيلة طبعا على بال ما تطرح مش اقل من 4 إلى 5 سنوات، يعني على بال ما يكتشف الغش التجاري اللي في الفسيلة هتكون خدت لها 3-4 سنوات، وشوف بقى كم فسيلة واخدها بقد ايه. فموضوع الغش في الفسائل ده كتير جدا. طب أنا أعمل إيه عشان أتلافى الغش في الفسائل ده؟ أنا واحد دلوقتي مستثمر،
او هزرع مزرعه نخيل، اعمل ايه؟ هروح للتاجر اللي انا هشتري منه، هشوف النخله وهي طرح، اشوف طرح النخله، انا عايز اشتري برحي، عايز اشتري مجدول، عايز اشتري اي صنف من الاصناف، بروح اشوف المزرعه وهي طرحه في موسم الطرح، واعلم الفسايل اللي تحتها، وبعدين بعد انتهاء موسم الجمع اخد الفسيله الفسايل اللي تحتها اللي انا علمتها وشفتها فيه. يا اما اتعامل مع تاجر ذو ثقه اكون اتعاملت معاه قبل كده او حد اتعامل معاه. يفضل ان تكون منطقه الفصل سليمه ونظيفه ومستويه وصغيره قدر الامكان وخاليه من الجروح والتجاويف، وهنقول ليه برضه. طيب تثبت نجاح الفسيل، برضو في ناس كتير قوي بتاخد عدد من الفسائل وتشتريها وتيجي تقول انا حصل معايا نسبة الفقد عالية جدا عندي، معرفش ليه نسبة الفقد عالية. انا بقول له تعالى تعالى انت اتبعت 1 2 3 4، يمكن هو ما عندوش دراية يعني ايه بالنقاط اللي احنا هنقولها ديت، فبالتالي الفسائل بتموت معاه. اول حاجة بنقولها يجب الاسراع في زراعة الفسيلة بعد فصلها من الام، كلما أسرعنا في زراعة الفسيلة كلما ضمننا نسبة النجاح بتكون أعلى. طب أعمل إيه لو أنا اتأخرت عن، لو الفسيلة جاية مسافرة من بلد لبلد، أعمل إيه عشان أقلل نسبة الفقد دي؟ أنا هجيب المجموع الصلية بتاعة الفسيلة وأحطها بالخيش وأحاول إني أنا أبللها بالمية علشان ما تجفش، وكذلك المجموع الخضري، أو ممكن أحط له مادة بتمنع البخر زي الفيتامين، بتمنع البخر بالتالي بتمنع من مهاجمة الفطرية. تعقيم السطوح المجروحة أي قاعدة الفسيلة، في ناس تاخد الفسيلة تيجي زرعها على طول، طب الفسيلة دي حصل فيها قطع، القطع اللي حصل فيها ده هتكون بيئة خصبة لنمو الفطريات أو البكتيريا، طب أنا أعمل إيه؟ لازم إني أنا قبل ما أعقم، قبل ما أزرع الفسيلة أعقمها بأي مبيد فطري عندي، توبسن ان 70 او الفيتافاكس او اي حاجه عندي متاحه، او الرادوميد اي حاجه عندي متاحه بتركيز 3 جرام على اللتر، وابتدي اني انا قاعده الفسيله ديت احطها لمده من 5 الى 10 دقائق، كده انا عقمت الفسيله بتاعتي، واحاول اني انا يعني ازرعها. ثالث حاجه من الملاحظات اللي هي ان انا ارفع نسبه النجاح الفسيله، لما العامل يجي يفصل الفسائل المفروض ان هو ما يخبطهاش على الارض او يخبطها بالعتله تقع على الارض على طول، لان القمه الناميه دي هي مصدر حياه النخله، لو حصل فيها اي دمج فخلاص هي النخله كده ماتت، فلابد ان هو العامل كمان اللي يفصلها لي بطريقه سليمه وبينقلها بعنايه للمكان اللي انا هزرعها فيه. في حاله نقل الفسيل قلنا، والتاخير فسيل قلنا ان احنا هنلف المجموع الخضري والجذري بالاقمشه والابوله وترطيبها. طيب ايه كمان؟ معلش بس بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا هعلق عندي هنا مش عارف اعلق ليه. من الكيبورد حرك الاتوم يمين وشمال. طيب لحظه واحده بس كده، انا مش عارفه احركها بصراحه، مش عارفه هو تنشن معايا ليه قوي. هنج معاها. هنج. خلاص بدا يتحرك اهو. خلاص الحمد لله. متابعة الري خاصة في الفترة الأولى من الزراعة حتى لا يحدث جفاف للفسيلة. أنا بقول لك لو أنت الأرض بتاعتك رملية يبقى خلاص أنت اروي في خلال 45 يوم من زراعة الفسيلة، الري ده عامل مهم جدا لنجاح الفسيلة. هقول لك لو الأرض بتاعتك رملية ممكن تروي كل يوم، لو الأرض بتاعتك طينية طبعا هتحتفظ بالرطوبة وتحتفظ بالماء، لا أنا بقول لك اروي يوم بعد يوم، بس خلال ال 45 يوم الأولانيين لازم تهتم بموضوع الري، لان الفسيله لسه مزروعه جديده لازم اني علشان ما تجفش. عند زراعه الفسيله يراعى التزرع، في ناس بيزرعوها ما يكونش متمكن في مستوى عالي عن سطح التربه، فبالتالي
بتجف، مش هتوصل لها الميه ومش هتشرب ميه، بالتالي ايه هتجف. او ان انا ازرعها على عمق، زرعتها على عمق والقمه الناميه بتاعتها او الشوت تيب بتاعها دوت غطس لتحت كده، العامل هيجي يروي او هتيجي تروي، الميه تنزل في قلب الفسيله فيحصل عفن للفسيله. فاحنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. هي بتزرع بحيث بيكون اكبر قطر ليها موازي لسطح التربه، وتزرع بميل عكس اتجاهي، ان يكون القطع مستوي وليس به تشققات او التجاويف زي ما قلنا، لمنع مهاجمه الفطريات. لو في اي تجويف في اي تشققات او اتفصلت بطريقه مش القطع مش سليم، هتهاجم لي على طول الفطريات الفسيله. زي ما احنا قلنا كده. طيب مواعيد زراعه الفسايل، في ناس بتزرع الفسايل في مواعيد، واحنا بنقول لما احنا بنقول يجوز ان احنا نزرع في اي وقت من اوقات السنه الفسيله. انا مش هقول لك ما تزرعش، ازرع، بس احنا بنقول ان في ميعادين معينين هم الميعادين دول المناسبين لزراعه الفسايل فيها. لو انت زرعتها في الشتاء فطبعا ايه النمو هيكون بطيء، في الصيف، في الصيف الحاد جدا مثلا زي شهر 6 شهر 7 فهتجف منك وتموت. فيستحسن هما ميعادين الربيع او الخريف، هما دول افضل ميعادين نزرع فيهم ويحققوا لي نسبه نجاح عاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي نتكلم عن فصل الفسائل، هنيجي نتكلم عن طرق فصل الفسائل. طرق فصل الفسائل في نوع بيسمى الفصل الكامل والفصل الجزئي. طيب الفصل الكامل، انا بقول اني انا باجي قبل ميعاد الزراعه بشهرين، انظف حوالين الفسيله ذات نفسها، بشيل الفسائل اللي هي ضعيفه او الصغيره، وببتدي ان انا اكوم التراب على قاعده الفسائل اللي هي اللي انا اخترتها حوالين الفسيله، وبربيها حوالين الفسيله علشان انا افصلها. طبعا بيساعد زي ما قلنا في تكوين مجموعه جذري. انا هاجي قبل الشهرين دول هعمل ايه؟ هاجي بقلم الجريد بتاع الفسيله، بخلي صفين بس حوالين قلب الفسيله، لان احنا قلنا قلب الفسيله ده اهم حاجه. لو قلب الفسيله ده حصل له اي دمج خلاص هي الفسيله كده ماتت. فانا بحافظ على القلب، بخلي صفين حوالين القلب، وبعد كده بقلم الباقي، بقلم باقي الجريد اللي موجود الى حوالي نصفه، وابتدي ان انا اربطه من فوق عشان لما اجي اقلع الفسيله اقلعها بسهوله. وبتقلم القرنفه بتاعه الفسيله. وفي بدايه الربيع بنحاول ان احنا نزيح التراب من على قاعده الفسيله اللي انا كومته عشان تكون مجموعه جذري. بحاول ان انا ازيح التراب وايه، واحاول ان انا بقى هفصل الفسيله. في مكان اسمه ما بين اتصال الأم بالفسيلة، اسمه أو السلعة بالفطامة. بيجي بقى بكشف عن المكان ده كده، وبيجي طبعا العامل المتدرب بالعتلة، بيوضع العتلة ما بين الأم وما بين الفسيلة، وبيبتدي يخبط عليها، فبتبتدي الفسيلة إن هي تتفصل يعني. ودي برضو نقطة مهمة، ان احنا بنيجي نقول الغش برضو تلاقي الفسيلة البذرية تلاقيها مستقيمة كده، انما الفسيلة اللي هي من جنب امها ديت هتلاقي يعني ايه يعني معمولة كده او عاملة زاوية كده، دي المكان الفصل الام من الفسيلة. دي برضو من احدى الحاجات اللي بكتشف فيها ان هي فسيلة بذرية او فسيلة من جنب امها. الفصل الجزئي، الفصل الجزئي ده في حالة الفسائل الكبيرة، يعني أنا بستخدمه في حالة لما الفسيلة بتكون كبيرة طبعا طولها 2 متر، من الأفضل إن احنا نفصلها عشان نحافظ عليها طبعا، وبيكون نسبة نجاح عالية بطريقة تدريجية من جنب الأم. بيتم فصلها مبدئيا في فصل الخريف، فصل جزئي كده بالعتلة أو بالآلة الحادة. في فصل الخريف طبعا وبكوم التراب عشان يبتدي ايه المجموع الجذري طبعا يتكون، ما بفصلهاش كامل عن الام، جزئي بس كده. وبعد كده بستكمل الفصل في اوائل الربيع، وبذلك بتكون الخلفه استقلت عن الام نصف استقلال، او اعتمدت على نفسها جزء من الاعتماد. بالتالي لما انا باجي افصلها من الام بتكون اتكونت جزء من الجذور، وباجي ازرعها بتحقق نسبه نجاح عاليه، وبزرعها بعد كده في المكان المستدير.
هنتكلم عن تاني طريقة من طرق أو الرواكيب أو الطواعين، دي كلها المسميات بتاعتها. الرواكيب بتنتج من براعم في إباط الأوراق بعيدا ينتركش على النخلة، في نص النخلة كده كانت طالعة جنب الأم على طول، ولذلك سميت رقيق. وقليل طبعا ما احنا بنستخدمها في عمليات حر، لان هي ملهاش مجموع جذري. يعني وصلتها جنب امها وزرع نجاح عاليه، ليه؟ لان هي ما بتحتويش على مجموع جذري. طيب لو كان الصنف اللي عندي صنف ممتاز وصنف جيد، او الصنف اللي عندي قليل خروج الفسائل أو نادر الفسائل، طلعت عندي هي وسيلة ترقيد هوائي اللي هو هوائية متصلة بالأم. بعمل إيه بقى؟ باجي على الرواكيب دي، طبعا هي النخلة ما بتبقاش مطلعة ركوب واحد، طبعا على حسب الصنف برضه، يعني ممكن تكون مطلعة خمس رواكيب أو أربع رواكيب. باجي من الجزء السفلي بتاع الركوب ده واحاول ان انا اعمل جروح فيه عشان نشط عمليه التجذير وعشان يبتدي النخل ايه يكون. فبعمل جروح فيه من قاعدته كده، وبعدين بعد كده بجيب اكياس من البولي استيرين او صندوق من الخشب او صناديق من الخشب، وببتدي ان انا احط بثبته تحت زي ما حضراتكم شايفين كده، ببتدي اثبته كده في جذع النخله حوالين داير، وابتدي املى الفراغ ده كله بالتربه. بحط بيت موس على رمل برلايت، وببتدي اني انا اعامل النبات بمواد بتشجع التجدير، الفسيله بمواد تشجع التجدير. الحقيقه احنا عملنا تجربه كويسه جدا جدا، كانت عندنا في المعهد. اخترنا من جنب كل نخله، كانت محاطه مثلا بخمس رواكيب، فعملناها دي مكرر والثانيه مكرر والثالثه مكرر، وحاولنا ان احنا نستخدم منشطات للنمو زي الاندول بيتوريك اسيد، اندول اسيتيك اسيد، نفتالين اسيتيك اسيد، خلطناهم كلهم ببعض بنسب. ومقرر تاني عملناه بالهيوميك اسيد، ومقرر تالت عملناه بالخميره، ومقرر تالت عملناه بالطحالب. بدانا نسقي بنسقي في زي ما قلنا الفراغ اللي هنا دوت اللي احنا مليناه بالتربه، بدانا كل شهر نحاول نحط لها حاجه تشجع خروج الودود. الحقيقه وصلنا لنتيجه كويسه جدا جدا، ونتيجه اقتصاديه، ويا ريتها تعمم هذه النتيجه. الهيوميك اسيد كتير جدا جدا في التجارب بتاعتي، حتى اشتغلت بيه جوه المعمل في المراحل الاخيره للتجدير، واشتغلت بيه في مرحله الاقلمه، واشتغلت جدرت بيه الفسايل، واستخدمته برضو للرواكيب. انا هوري لحضراتكم النتيجه، يعني بصراحه نتيجه هايله، وهو اقتصادي جدا جدا. بدل ما استخدم الاندولات، طبعا زي ما حضراتكم عارفين اللي بيشتغل في المجال ده فهي غاليه جدا، فبدل ما انا استخدم الحاجات دي ممكن استخدم الحاجات اللي هي تكاد تكون رخيصه الثمن وفي المتناول. زي ما شايفين حضراتكم اهي، ادي النخله وادي الرواكيب وادي نسبه التجدير الهائله اللي احنا حصلنا عليها بالهيوميك اسيد اللي احنا استخدمناه اهي. ده ركوب مفصول من جنب الام بعد المعامله بالهيوميك اسيد، يعني انا استخدمت الاندولات الثلاثه مع بعضهم ورويت بيهم، ما طلعتش واحد على عشرة من النتيجه اللي طلعتهم استخدام الهيوميك اسيد. وعلى فكره البحث منشور اونلاين، اي حد عايز البحث او عايز يستعين بالبحث فهو موجود، يعني يخاطبني او يسالني وان شاء الله يعني انا هبعته له باذن الله. طيب هنيجي نتكلم عن الإكثار بزراعة الأنسجة. إحنا بنقول هي طريقة طبعا من وسائل التكاثر الفضلي، طبعا وما لا شك فيه بتطلع طبعا مطابقة للأم في كل المواصفات بتاعتها. إحنا بنقول إيه؟ عايزين نعرف علم زراعة الأنسجة. بنقول استخدام أي جزء من النبات، ممكن النبات ده يكون بذرة، ممكن النبات ده يكون جزء من جذر،
ممكن يكون جزء من ساق، ممكن يكون جزء من ورقه او متق او حبوب لقاح او قمه نمي او برعم جانبي او برعم طرفي او برعم زهري، وبزرعه على بيئه معقمه بتحتوي على عناصر كبرى وصغرى مصدر للسكريات بالاضافه الى منظمات النمو تحت ظروف معقمه. عايزه اقول بس ان احنا عرفنا علم زراعه الانسجه، كل نبات سواء في الخضر سواء في الفاكهه سواء في النخيل ليه جزء مراستيمي معين بناخده منه ونزرعه على البيئه علشان يديني النتيجه اللي انا عايزها. يعني انا مثلا هقول لكم دلوقتي الاجزاء اللي انا بستخدمها في اكسار نخيل البلح بزراعه الانسجه، مش هي هي نفس الاجزاء اللي بيستخدمها بتاع الخضر في محصوله او بتاع الفاكهه في محصوله، بيختلف. بس حبيت يعني الفت النظر للموضوع. طيب ايه هي اهداف زراعه الانسجه؟ طبعا اول حاجه انتاج سلالات خاليه من الفيروس، الحصول على عدد كبير من النباتات في وقت قصير ذات صفات مشابهه للام زي ما احنا قلنا ان هي وسيله من وسائل التكاثر الخضري، استخدام زراعة الأنسجة في التغلب على الأمراض الفطرية، سهولة النقل والتداول بين الدول. يعني حضرتك تتخيل أن أنا مثلا لو أنا نقلت 20,000 فسيلة صغيرة في أنبوبة غير من العشرين ألف فسيلة كبيرة في أي وسيلة من وسائل النقل. هي سهولة النقل والتداول بين الدول. زراعة الفسيل في الأرض المستديمة مباشرة بدون عمل مشتل وانتظار سنتين إلى ثلاثة، وتزرع الفسيلة كاملة ذات مجموع جذري وخضري طبعا، وبتكون نسبة نجاح عالية بالنسبة لي للوسائل الإكسار التقليدي. يعني حضرتك أنا بتطلع من عندي النبات من معمل مكون شوت ورود مجموع جذري ومجموع خضري، وبعمل له عملية الأقلمة فالنبات بيكون فسيلة. يعني بعد كده بعد مراحل معينة وبعد كده بنقله صلبة التربية، فبيكون النبات مكون مجموع جذري ومجموع خضري، هاخده أزرعه في الأرض المستديمة على طول، وممكن أزرعه في أي وقت من أوقات السنة. لكن عشان أزرع فسيلة بفصلها من جنب الأم وبتقعد في المشتل طبعا سنتين إلى ثلاث سنوات مع الرعاية مع الري مع التسميد عشان تتكون لي مجموع جذري. فانا قد ايه بختصر ان ده نبات كامل نسبه نجاحه 100%، وده نبات لسه محتاج رعايه، وممكن لو انا ما اتبعتش الطرق السليمه زي ما احنا قلنا بيبقى فيها نسبه فقد عاليه. تكانس الفسائل الناتجه مما يضمن تجانس وسرعه النمو والحصول على نخيل فقد قدرته على انتاج الفسائل. احنا دلوقتي لما انا بزرع النخله طبعا كل حاجه ليها عمر افتراضي للانتاجيه اللي بتجيبها. ممكن ازرع النخله دي تقعد مثلا 50-60 سنه. هل الانتاجيه بتاع نخله 60 سنه او 50 سنه هتكون انتاجيه النخله اللي عندها مثلا 10 سنوات او 20 سنه؟ لا، فهي بتبتدي الصفات نفسها الثمار او صفات الجوده بتبتدي ان هي تقل. طب اعمل ايه؟ بنقول تجديد المزارع المسنه. يعني النخيل اللي وصل لحد الاعمار دي وما بيديش محصول اقتصادي او تجاري، ببتدي ان انا اخد القمه الناميه بتاعته واعيد زراعتها تاني، ومن نخله واحده احصل طبعا باتباع كل الحاجات الاحترازيه في الاقصار بحصل على الاف من النخيل. يبقى انا كده جددت المزارع المسنه بتاعتي. طب ايه هي الاسباب اللي ادت لي الى استخدام زراعه الانسجه في اكسار النخيل؟ النخيل بالذات قله اعداد الفسائل الناتجه من النخله الواحده في خلال حياتها. زي ما حضراتكم عارفين من 8 ل 10 سنين الاولى فهي بتطلع فسائل تنمو نمو خضري، بتطلع فسائل. بعد كده بتتجه للازهار والاثمار. بعد كده بقى المحصول محصولها تجاري وكده. فخلال العشر سنين او الثمان سنين دي تطلع لي عدد قليل مهما كان، يعني حتى باختلاف الاصناف طبعا بتختلف اعداد الفسيله المنتجه باختلاف الاصناف وباختلاف الرعايه وكده. طيب مش هتوفي لي بان انا لو انا عايزه ازرع غيط من النخله او مساحه من النخل، مش هتوفي لي حياه اللي بتطلع فيها الفسائل العدد القليل ده من السنين ان انا ازرع منها كم كبير او اخد منها كم كبير.
نسبة الفسائل المزروعة بالطرق التقليدية لا توفي بالعدد المطلوب من النخيل زي ما احنا قلنا وشرحنا، وقلنا ان لو انا ما اتبعتش اللي هي الخطوات بتاعتها ممكن انا بيبقى عندي فقد جامد. يعني حدوث اختلافات وراثية الناتجة عن النباتات الإكثار البذري زي ما احنا شرحنا برضه. هناك أصناف نادرة خروج الفسايل، بالتالي بتباع بأسعار باهظة الثمن ويصعب التوسع فيها في زراعتها وإنتاجها، لذلك بدأ الاتجاه لزراعة الأنسجة في الأصناف الممتازة. طيب إكثار نخيل البلح باستخدام مزارع الأنسجة. بيتم إكثار نخيل البلح في مزارع الأنسجة بطريقتين، الدايركت وإندايركت، وهنستوفي فيهم جدا جدا وهنشرح كل حاجة بالتفصيل. الإندايركت اللي هو الطريق الغير مباشر، والدايركت اللي هو الطريق المباشر. هنشرح كل حاجة. يعني أنا هنا عندي ببساطة أنا عايزة أحصل، الغرض من إكثار نخيل البلح عايزة أحصل على أجنة جسدية أو أجنة جسمية، بحصل عليها بطريقتين للإكثار لنخيل البلح، في الدايركت والإندايركت. الإندايركت اللي هو قلنا الغير مباشر، بحصل على الأجنة الجسدية، أول مرحلة بمشي فيها مرحلة التأسيس، ثم مرحلة القلص، هنقول كل ده بالتفصيل برضه، وبعدين مرحلة تكشف القلص بتكشف لي الأجنة، وبعدين مرحلة التضاعف، مرحلة التجديد، ثم الأقلمة الداخلية والخارجية. طيب إنتاج أجنة جسدية بالطريقة المباشرة برضه، أول مرحلة طبعا واحدة اللي هي مرحلة التأسيس. تاني حاجة، تاني مرحلة فيها مرحلة تكوين وإنبات الأجنة الجسدية. الجزء النباتي، أنا بزرع الجزء النباتي، بيطلع لي الجنين على الجزء النباتي مباشرة، يعني ما بتمرش بمرحلة قلص، أو نقدر نقول ممكن تكون بتمر بمرحلة قلص بس غير مرئية بالمرة. يعني حضراتكم هي صورة وهتبقى واضحة أكتر من كده، على الجزء النباتي أهو الجنين نابت على طول أهو، وده شكل القلص. ثم بعد كده بنمر بمرحلة التضاعف، مرحلة التجدير، الأقلمة، الأقلمة طبعا الداخلية والأقلمة الخارجية. هنبتدي بقى نشرح، نقول ان مرحلة التأسيس اللي احنا قلنا عليها في البداية خالص، مرحلة مرحلة هنمسكها بالصور وكل حاجة. مرحلة الأساس أو مرحلة البداية أو مرحلة الزراعة الأولية أو مرحلة الستارتنج، كلها مسميات لمرحلة واحدة. الغرض منها هو إيه؟ الحصول على مزرعة نباتية خالية من التلوث، وهنشوف إزاي خالية من التلوث. النخلة بتمر إيه بالمرحلة دي؟ بتمر بمرحلتين من التعقيم، الخارجي والداخلي، وهنشوف ازاي خارجي وداخلي. اولا انا دلوقتي جاي انا عايز ازرع زراعه انسجه، عندي معمل وبزرع زراعه انسجه، زي ما قلنا نختار الفسائل المراد اكثرها بهذه الطريقه من امهات النمو بتاعها قوي. اروح انا المزرعه واشوف بنفسي، ما اسيبش العامل يجيب لي، اشوف الصنف ومطابقه للصنف ولا لا. انا هاخد زغلول يبقى زغلول، هاخد حياني يبقى حياني، هاخد مجدول يبقى مجدول. الأم قوية ذات نمو قوي طبعا، والصفات الثمرية بتاعتها جيدة طبعا، أنا شايفها في موسم الإثمار الصفات الثمرية بتاعتها جيدة، مطابقة للصنف وخالية من الأمراض. تفصل الفسائل المختارة عن الأم، بنبتدي إن احنا نزيل الليف الخارجي كله، ونبتدي والأوراق والجذور بيتم تصغيرها إلى أن تصل إلى الحجم المناسب، ثم بعد ذلك بننقلها للمعمل، بنتركها تحت الماء الجاري لمدة ساعتين، ونحط عليها مبيد فطري، ثم بتنقل بعد ذلك لكابينة الزراعة. أهي مثلا كمثال الفسائل احنا بدأنا فيها زراعة الأنسجة. دي مرحلة البداية اللي احنا بنتكلم عنها، أو الإنشاء أو الستارتنج. العامل زي ما حضراتكم شايفين اهو، نظف النخلة تماما من الليف ومن الأوراق ومن المجموع الجذري. دي أول مرحلة للتصغير، ببتدي أصغرها تاني. المرحلة الثانية من تصغير الفسيل، ببتدي أصغرها تالت، دي التصغير التالت. دي اللي هخش بيها المعمل وأجريلها المرحلة الأولى من التعقيم. يبقى الأولانية إن أنا خدتها وصغرتها كده وحطيتها تحت الماء الجاري حوالي ساعتين بنص مثلا جرام مبيد فطري فيه، وسيبها تحت الماء الجاري. دي المرحلة اللي زي ما احنا قلنا كده بندخل بيها. بعد كده هاخدها مرحلة التعقيم بقى داخل المعمل. احنا خلاص
عقمناها خارج المعمل خلاص، دي دخل المعمل بقى. مرحلة التعقيم أول حاجة بجيبها بحطها في كلوريد الزئبقي، طبعا حضرتكم عارفين كلوريد الزئبقي كلكم إن هو مطهر شديد يعني. بحط الأحجام اللي حضراتكم شفتوها ديت في الجراب، بقسمها على جراب وابتدي إن أنا أحطها في كلوريد الزئبقي، وابتدي إن أنا أرج جديد بحيث إن المعقم ده يخش لي بين الخلايا بتاع النبات بحيث إن هو يعمل لي تعقيم ليها لمدة 5 دقائق. طبعا لو انا زودت عن 5 دقائق فطبعا هيعمل سمية لأنسجة النبات لأنه هو سم جدا، فأنا تذكر حتى وأنا برجه أو بستخدمه تذكر إن أنا بستخدمه علشان هو مسمم أغسل إيدي على طول. ثم بعد كده أنا تحت الهود تحت الهواء المعقم أنا بزرع، مش بره، أنا خلاص دخلت جوه عقمت إيديا والبلطو بتاعي متعقم وعقمت الهود كله بالكحول وببتدي أشتغل تحت الهواء المعقم. بعد كده بزرعها بالمية، بعد كده بشطفها بالمية ماء معقم، بنبقى معقمينه في الأوتوكلاف. ثم بعد ذلك بنضع عليه الكولوركس، دي المرحلة الثانية من التعقيم، بنرجها جيدا برضو. ثم بعد ذلك بنشطفها برضو بالماء المعقم. كده أنا خلاص هي معدة للزراعة، إني أنا أزرعها تحت الهواء المعقم تحت الهود. بمسك القمة النامية وببتدي إني أنا أقسمها، أقسم القمة النامية إلى 4 أجزاء أو أكتر، وزرعها على البيئة المعدة ليها. باخد القمة النامية وباخد في حاجة اسمها ليبرموردية أو الأوراق اللي هي فلقية أو الأوراق الأولية اللي هي محيطة بالقمة النامية، أبتدي أفصلها كل ورقة لوحديها، وباخد الأجزاء المراستيمية اللي هي قريبة قوي من القمة النامية لأن هي خلايا خلايا لها القدرة على التوالد وتكوين نبات جديد. بعد كده ادي شكل الاجزاء النباتيه اهي في جراب تحت الهود تحت الهواء المعقم. زراعه الاجزاء النباتيه، انا دلوقتي هزرع الاجزاء النباتيه زي ما احنا قلنا اني احنا انا بزرعها زي البيبي الصغير في بطن امه، لازم امه تاخد كل الفيتامينات الممكنه علشان يوصل للجنين ده ويكون في صحه جيده. فانا البيئه بتاع النبات اللي انا هزرع عليها الاجزاء اللي احنا اتكلمنا عنها دي لازم تكون تحتوي على جميع العناصر اللي محتاجها النبات في المرحله دي. البيئه الغذائيه بتحتوي على زي ما قلت مرشيجي اندسكوب الاملاح المعدنيه، وبتحتوي على عناصر كبرى وعناصر صغرى، على فحم نباتي لانه بيمص كل حاجه سامه في البيئه، احماض امينيه، فيتامينز، هرمونات نباتيه، سكروز اللي هو السكر، أجار لتصليب البيئة بعد تعقيمها، مع مراعاة نقل الأجزاء النباتية كل 45 يوم، ومع مراعاة إن البيئة بتختلف من مرحلة لمرحلة. يعني أنا دلوقتي البيئة اللي هتكون لي القلص دي ليها تركيب معين، بعد ما القلص يتكون ويبتدي ان هو يتحول لي الى الجزء النباتي الاول بيتحول لي الى قلص. انا خليني بالصور افضل. بصوا حضراتكم اهي مرحله زراعه القمه الناميه، بيبتدي القمه الناميه هي الشوتب، يعني بتبقى طولها حوالي 2 مللي زي ما حضراتكم شايفين كده اهي تحت الهواء المعقم. المرحلة الأول زي ما احنا قلنا ان لازم كل مرحلة لما اجي اتنقل من مرحلة لمرحلة لازم البيئة تتغير، تتغير بالهرمونات. يعني دي مرحلة القلص مثلا بتحتاج الى اوكسين عالي في الاول خالص، هاجي مثلا مرحلة الاجنة لا هقلل فيها الهرمونات قوي، هاجي في مرحلة التضاعف هزود السيتوكاينين على حساب الاوكسين، مرحلة التجديد هزود الاوكسين في البيئة عشان يشجع للتجديد، وهكذا. كل مرحلة من المراحل اللي أنا بمر بيها ليها بيئة معينة أو بيئة خاصة علشان توصل لي للجزء النباتي إنه هو يتحول للمرحلة اللي بعدها، وكل مرحلة طبعا بتستوفي حقها. يعني جزء النبات دي أول مرحلة مثلا مرحلة السويلينج أو مرحلة الانتفاخ، الجزء النباتي اللي احنا شفناه دوت وقلنا ان احنا سواء ليف بروموردية او قمه ناميه او برعم زهري او برعم جانبي بيبتدي ان هو يتفاعل مع البيئه، يمتص كل العناصر اللي احنا قعدنا نقول عليها دي في البيئه
ويبتدي يعبر عن نفسه، بيعمل عملية سويلينج أو عملية الانتفاخ. دي أول حاجة عينك بتقع عليها بعد ما تزرع على البيئة. وطبعا المرحلة دي بتبقى في الإظلام التام لحس تكوين القلص. مرحلة تكوين القلص اللي هي احنا بنتكلم دلوقتي في الغير مباشر، الغير مباشر اللي هو بتمر بمرحلة القلص. وزي ما احنا قلنا القلص عبارة عن خلايا برانشيمية غير متميزة أو غير منتظمة الشكل، غير متخصصة وسريعة الانكسار. الطريقة المباشرة أو تكوين الأجنة، أنا بس بقارن لكم حتى الصورتين دول وراء بعض. دي الطريقة اللي هي الغير مباشرة، بيتكون لي فيها القلص ويبتدي القلص ده بقى يتحول إلى أجنة، قلص جنيني فأجنة على مرحلة التضاعف أنقله وكذلك. ودي بتتكون أهو الجنين واضح جدا، دي من الرسالة بتاعتي على فكرة، كل الصور دي من رسالتي. ده الجنين أهو بدأ يتكون لي على الجزء النباتي مباشرة. ده الفرق بين الاثنين. تكشف القلص، القلص اللي احنا شفناه دوت اللي احنا بنتكلم عن الطريقة الغير مباشرة، بيبتدي القلص بيتكشف لي ويتحول لي إلى قلص جنيني. بعد كده الأجنة بتتكون، طبعا الجنين بيبقى تو بولر. بعد كده ببتدي ان انا انقلها، انتقل للمرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله الملتيبليكيشن او مرحله التضاعف. والغرض من هذه المرحله هو الحصول على عدد كبير من النباتات. مرحله الاستطاله، طبعا انا بعد ما نقلتها على مرحله التضاعف دي بتبتدي الشوتس بيبتدي ان هو يتكون. لما ياخد الاستطالة بتاعته أو يبتدي إن هو يتكون الشوتس بشكل كويس، ببتدي إن أنا أعمل له مرحلة استطالة للشوتس أهو كده. بقى لما أطلع النبات قدامي، النبات بيكون عنده استعداد لإن هو ينفصل. باجي بالظهر بتاع المشرط بتاعي وببتدي إن أنا أفصله. يعني دي مش نبات واحد، ده ممكن يبقى مثلا 15-16 نبات. ببتدي اني انا افصله وابتدي اني انا انقله للمرحله اللي تليها اللي هي مرحله التجذير او روتنج ستيج. طبعا هو كون لي مجموع خضري كويس جدا، بنقله على البيئه الروتنج، بيبتدي ان هو يتكون لي المجموع الجذري بشكل جيد. ولازم المرحله ديت مهمه جدا لحياه النبات، لان لازم الجذر يتحول لي الى جذر بيكون قادر على امتصاص العناصر الغذائية من البيئة. ولازم يكون جذر حقيقي، عشان في بعض الأحيان لو أتيحت فرصة أن احنا نتكلم، يعني من ضمن مشاكل زراعة الأنسجة أن بتتكون على العقل نفسها ديت أو الشوتس نفسها بيكون جذر قلص بيكون قلص، فما بيكونش فيه ارتباط بينه وبين الأوعية النبات، أوعية النبات. فبالتالي أنا أظن إن هو جذر حقيقي ولكن هو جذر غير حقيقي وكده. فأنا بحاول إني أنا أربي الجذر أو أحصل على مجموع جذري جيد بنسبة من الجذور العرضية، لأن الجذور العرضية دي ليها أهمية جدا في نجاح مرحلة الأقلمة كما هنتكلم ونقول بعد كده. فبيكون ليها أهمية جدا جامدة، فلازم طبعا الاهتمام بمرحلة التجذير دي عشان يكون نبات صالح للنقل الناجح في الصومة. مرحلة الأقلمة، لو اتكلمنا عن مرحلة الأقلمة، يعني حضراتكم شايفين اهو بدأ الجذور بدأت تتكون، وجذور عرضية بدأت تتكون على الجذور الأساسية، وتكون لي الشوتس بطريقة هيلسي وبطريقة كويسة. ده نبات صالح للنقل في المكان المستديم في الصوبة أو عملية التقصية. طيب أنا عندي نوعين من الأقلمة. نوع أقلمة، طبعا لو كلمنا عن الأقلمة فبنعرفها بنقول هي المحصلة النهائية لكل مراحل زراعة الأنسجة اللي احنا قعدنا نتكلم عنها. دي المحصلة النهائية، أو بمعنى إن هي يعني إيه بيتوقف عليها التكنيك الناجح لزراعة الأنسجة. فلابد زي ما بنقول إن إحنا نهتم بالمرحلة دي كويس جدا. مرحلة الأقلمة الداخلية، ببتدي أخد النبات ده في الأنبوبة كده وابتدي أحط ورق فويل فوق الأنبوبة.
وابتدي كل يوم اعمل ثقب بورق الفويل ده، انا بعود النبات ان هو يتنفس طبيعي عشان يحاكي الطبيعه بعد كده، عشان لما يطلع بره ما يتصدمش ان هو بيحاول، زي ما يكون انسان ملهوش رئه او الرئه ما تكونتش بشكل كويس، فطبعا لما يطلع للجو الخارجي ممكن يموت، فانا بحاول اني انا اعمل له هاردنج داخلي. فبعمل ثقوب فوق في الورق الفويل ده كل يوم ثقب، لحد ما اوصل لحد مثلا قولي 10 ايام اشيل الكبس دوت اللي فوق الالومنيوم فويل، وبعرضه لاضاءه. انا كل ده من ساعه ما انا باقلمه كده اضاءه غير مباشره، يعني بحطه ورا الزجاج كده اضاءه غير مباشره، وخلاص انا ازلت الورق الفويل. ببتدي اني انا اخد النبات دوت وابتدي اني انا اغسله تحت الماء الجاري، ببتدي اني انا اغسل دي بقى خلاص دي الداخليه، انا هاخده الخارجيه دلوقتي، ابتدي اني انا اغسله تحت الماء الجاري طبعا، لاني من بقايا البيئه الموجوده، لاني لو في بقايا بيئه حوالين جذر النبات يبقى هي كده هتساعد على مهاجمه الفطريات للجذور، فانا بحاول اني انا اغسله. وباخد بعد كده النبات بعقمه، بحطه زي ما قلنا التوبسن ان 70 او الفيتافاكسا او الرادوميل المتوافر عندي، ببتدي اني انا اعقمه في المبيد الفطري، وببتدي ان انا اعمل التربه التمهيد للنقل دي، بعملها يا اما مكونه من بيت موس لانه بيحتفظ بنسبه من الرطوبه، والبرلايت عشان يعمل لي فراغات حوالين الجذور، او البيت موس بنسبه مثلا من الرمل والبرلايت او الفيرموكلورايت. وابتدي بعد ما اعقم النبات اني انا ازرعه في البوتس دوت، وببتدي اني انا ارويه بالمبيد الفطري تاني، او الريه بتكون بالمبيد الفطري، بعد كده باخده ازرعه تحت النفق البلاستيكي. طبعا الصوبه اللي انا هنقله ليها الصوبه الزجاجيه دي اني انا فيها درجه، فيها مراوح مزوده بالمراوح، مزوده باللي هي وحدات للاضاءه، ومزودة بجهاز للحرارة لتنفس الحرارة والرطوبة، وهو بيحتاج حرارة حوالي 27 إلى 30 درجة مئوية، ورطوبة من 80 إلى 90%. وعامل الرطوبة ده مهم جدا، لأن إحنا بس هو يعني هتكلم عليه، وهتكلم برضو ارتفاع الرطوبة سلاح ذو حدين. الورقة بتاع النخل بيطلع مش متكونة طبقة الكيوتيكل بالطريقة المرضية، يعني احنا عملنا شرحنا الورقه وشفنا نسبه الكيوتيكل الموجوده على الورقه نسبه قليله جدا، فبالتالي اي ميه النبات هياخدها من التربه هتفقد عن طريق الورقه، لان هي مش متكونه بطريقه مرضيه. فعشان نتغلب على الموضوع دوت ان احنا بنرفع درجه الرطوبه من 80 ل 90، بنحطها تحت النفق البلاستيكي، وبنحاول ان احنا نرفع الرطوبه علشان النبات ما يبتديش ان هو الورق يفقد الميه والنبات يحصل له دراينج ويموت. وببتدي اني انا في نفس الوقت اني انا احاول يعني جزء من التهويه، يعني وانا داخل ابص على النباتات برهه كده ثواني ثواني في المرحله الاولى ان انا اجدد بس الهواء، وابتدي لو في نباتات مصابه جنبه انا اعزل النباتات المصابه علشان ما تلجهوش، وابتدي اني انا طبعا ما بديلوش ميه كل يوم، يعني بعد ما احطه تحت التنلز اقول مثلا بعد 15 يوم كده ابتدي ان انا اشوف التربه نشفت ولا ما نشفتش، جفت ولا، لان البيت موس اصلا بيحتفظ بالميه، فانا ابتدي اخد بالي ان الرطوبه برده ما ترتفعش حوالين النبات، لان ارتفاع الرطوبه حوالين جذور النبات طبعا هيساعد على مهاجمه الفطريات. خلاص كده انا زرعت النبات تحت التانلز، ووفرت له طبعا درجات الرطوبه، ولازم طبعا بيبقى فيه اضاءه طبعا عشان يقوم بعمليه التمثيل الضوئي. دي المرحله الاولانيه، الصوبه ديت المرحله الاولانيه من مراحل النمو بتاعه، بيظل تحت التانلز ده حوالي 3 شهور. طبعا انا اعرف ازاي، لو حد سالني مثلا انت تعرف ازاي النبات ده لما انت زرعته ناجح ولا مش ناجح، اقول لك اول ما تطلع الورقه اللي في النص تعرف ان نبات خلاص الجذور بدات ان هي تمتص الغذاء،
والنبات بدأ إن هو يكون مجموع خضري، يعني كده بإذن الله النبات بتاعك ناجح. أنا أحاول طول الفترة دي، لأن هي فترة حساسة جدا جدا ونسبة النجاح فيها بتبقى، يعني الحقيقة لو أنا ما حافظتش على نسبة النجاح دي فأنا خسرت 3 سنين. يعني النبات لما بيقعد في المعمل عشان تطلع لي الفسيلة دي بالحجم دوت الصغير ده، هو مجموع جذري ومجموع خضري، 3 سنين، 2 سنين ونص، على حسب المعاملات وحسب الطريقة اللي انت ماشي فيها. طبعا طريقة الدايركت بتكون أسرع من طريقة الاندايركت. فأنا بحاول إن أنا أحافظ على النبات بإيدي وأسناني في مرحلة الأقلامة ديت، وهي يعني الحقيقة المرحلة ديت ناس كتير قابلوا مشاكل فيها، زي ما احنا قلنا، زي ما احنا بنقابل مشاكل جوه المعمل بالظبط طول المراحل اللي بيمروا فيها النبات. وإني أنا ما تداركتش المراحل، أي مشكلة من المشاكل دي هتوقع لي بقية المراحل والنبات خلاص هيموت وحالي. وكذلك مرحلة الأقلامة دي مرحلة حاسمة جدا ومهمة جدا في حياة النبات، فلازم أنا أوصل بالنبات بتاعي، أعمل كل احتياطاتي إني أنا أوصل بالنبات بتاعي إن هو ما يموتش أو ما تحصلش فيه نسبة فقد عالية. في ناس بتقول إيه؟ لا ده أنا هسمده، ده أنا لا، أنا هقول لا. النبات طول ما هو يعني يقول 4 شهور الأولانيين ما تدوش أي نوع من أنواع التسميد، المية فقط لا. بعد كده بقى بعد ما ينجح النبات ببتدي اني انا انقله في الصوبه، برضه في الصوبه بره بس من تحت التنز طبعا، من بعد التهويه التدريجيه. بعد 3 شهور بحاول ان انا اشيل البلاستيك ده خلاص عشان النبات يتعود ان هو خلاص طبقه الكيوتيكل اتكونت والنبات خلاص بدا ان هو يحاكي الطبيعه. بطلعه في نفس الصوبه كده وبرصه، وببتدي اني انا اعمل له برنامج تسميدي، مش تسميد كتسميد لا، ده انا ببتدي اني انا اديله حاجات بسيطة جدا جدا إن هي تساعد على النمو الخضري والنمو الجذري. وإن شاء الله بإذن الله، يعني لو أنا التقيت بيكم تاني بإذن واحد أحد إن شاء الله، أنا عملت برامج تسميد طبيعي للنبات وهو في الصوبة. طبعا بعد ما أنا بقول بس بعد ال5 شهور الأولانيين كلها بحاجات طبيعية، سميت بالطحالب وسميت بالبكتيريا وعملت كده برنامج للنبات كويس، بحيث ان انا ما ابتديش معاه بالتسميد المعدني على طول. او لو انت هتبدأ معاه بالتسميد المعدني تحط له مثلا 0.5 جرام ان بي كي على اللتر، ما تديلوش فجأة تسميد عشان برضو تحط على النبات اللي نجح معاه ان هو يستمر معاه. زي ما احنا كل الكلام ده بقى احنا شرحناه، ادي شكل النباتات، ادي البوتس اللي انا بزرع فيها النبات، وادي النبات بالمجموع الخضري بالجذري قبل ما يخش التانلز. في مدارس بتقول ان هي مثلا على حسب الطريقه الناس بيستخدموها، ان هي بتحيط التربو ده بالاكياس من البلاستيك عشان تحاول ان هي تحافظ على الرطوبه بتاع النبات، عشان زي ما قلنا المشكله بتاع طبقه الكيوتيكل وتبتدي ان هي تخرمه عشان النبات ياخد على التنفس الطبيعي. او بحطه تحت التنلز، بس التنلز يكون محكوم، يعني ما يكونش تنلز واسع جدا وانا حاطط تحتيه 10 20 نبات، يعني ايه بيبقى نسبه وتناسب عشان احافظ على نسبه الرطوبه. اهي النباتات اهي شكلها، هي مزروعه تحت الانفاق البلاستيكيه، وهو ده النبات بعد سنه، بعد سنه من الزراعه النبات الصغير اللي احنا شفناه دوت. بنبتدي بقى ان احنا يعني برامج تسميدية عادية، وبنبتدي ان احنا ننقله لصوبة تانية اللي هي صوبة التربية. خلاص هي صوبة تبقى صوبة عبارة عن سيران دخلها الشمس والقشرة والهواء، وخلاص ممكن ننقل النبات للأرض المستديمة مع مراعاة الاحتياطات برضو في أي وقت. وزي ما قلنا ان نسبة نجاح النبات بتاع زراعة الأنسجة بتبقى عالية، ليه؟ لأن قدامنا هو مجموع جذري ومجموع خضري متكون، فالنبات يا دوب بس انت بتدي له انهانس وبتدي له برنامج تسميدي كويس، بيبتدي يشد في الارض وبتبتدي تكون فسيله زي الفسائل اللي احنا يعني عهدناها. اهي برضو ملخص اللي احنا قلناه كله، ادي النخله وادي الاجزاء اللي انا صغرت بيها النخله، والتعقيم، تعقيمات الزراعه، مرحله السويلنج، مرحله التقلص، مرحلة اللي هي الأجنة، مرحلة التضاعف، مرحلة التكبير،
مرحلة الأقلمة، التوصيات. طبعا زي ما احنا قلنا في البداية خالص خالص، قبل ما نفكر في زراعة أشجار أي صنف من أصناف الطهور، لازم إن في أي منطقة بندرس درجة الحرارة ودرجة الرطوبة السائدة في المنطقة من واقع بيانات الأرصاد لتقدير مدى نجاح أي صنف من أصناف النخيل بها. يجب اتباع الخطوات السليمة زي ما احنا قلنا لزراعة الفسائل لزيادة نسبة النجاح الفسائل وتقليل الفقد منها. عدم استخدام الإكسار بالبذرة إلا في الحالات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي يا إما إدخال صفات وراثية، يا إما بعمل عملية انتخاب بزرعها وبعمل عملية انتخاب للأصناف ذات ثمار ممتازة، بحاول ان انا اعمل لها بطريقه الفسيله، لان احنا قلنا وزي ما احنا شرحنا ان الفسيله دي وسيله من وسائل الاكسار الفضائي. بعد ما اعمل عمليه انتخاب اخد الفسيله اللي تحتها ازرعها، كده انا قطرت من الصنف الممتاز. استخدام الرواكيب في اكسار نخيل البرح اذا كان الصنف قليل او نادر خروج الفسيل كوسيله من وسائل الاكسار الفضائي. وفي الحقيقه برضو هي النقطه دي، احنا كنا في السعوديه في مؤتمر في السعوديه، فلقيناهم بيقطعوا الرواكيب دي ويرموها. فاحنا يعني راي اخر، يعني انا بقول راي اخر اللي انا شفته عشان اكون نقلت كل المعلومات بامانه، فقالوا احنا بنتخلص من الرواكيب دي لان هي بتبقى مأوى مثلا لدخول السوسه او يعني حاجه زي كده. فاحنا بنقول برضو وبنوصي ان اي قطع في النخله سواء بعد ما افصل فسيله، اي قطع اي جرح في النخله سواء بعد ما اقلم، لازم ارش بمبيد فطري او ارش بمبيد حشري علشان منعا للاصابات، اولا مهاجمه الفطريات، ثانيا مهاجمه السوسه للنخل. فلا بد ان انا تحت اي جرح يعني بعفر بالكبريت او اي مبيد حشري زي ما احنا قلنا. وفي حاجه تاني، لحظه واحده، اكسار نخيل البلح، بنوصي برضو باكسار نخيل البلح بزراعه الانسجه للحصول على عدد كبير من النخل باستخدام عدد قليل من الفسائل. وشكرا لحسن استماعكم، وتحت امركم في اي سؤال. شكرا جزيلا استاذ، وجبنا على الندوه الرائعه والمنظمه والشامله لكل المعلومات عن اكسار النخيل، سواء بالفسائل او سواء بزراعه الانسجه. شكرا لك دكتورة لبنى، وشكرا جزيلا لهذه الندوة الرائعة. الله، شكرا يا دكتورة لبنى، محاضرة رائعة جدا. الله يبارك فيك، شكري لكم والله ولجميع الحضور وربنا بكل حاجة والله. بارك الله فيك. شكرا. أي حد عنده سؤال يحب يسأل الدكتورة لبنى، أي حد عنده سؤال أو استفهام يتفضل. شكرا للجميع كمان. اي حد عنده سؤال ولا حاجه يتفضل. تفضل استاذ محمد حجاب. اهلا استاذ. اهلا يا دكتور محمد. اهلا بفضيله حضرتك استاذه الدكتوره شكريه. انا اولا سعدت برساله معاليك ليا بحضوري هذه المحاضرة القيمة النافعة التي تخدم جميع طبعا من يعمل بمجال الحقل في خدمة أو في إنتاج محصول التمر بمصر وبالعالم العربي. وكل الشكر أيضا لأخي الفاضل الحبيب معالي الأستاذ المحترم السعيد بيه اللبان على هذا اللقاء العلمي الطيب اللي معالي دايما مشرفنا فيه. كما أقدم خالص شكري لجميع الأساتذة الأفاضل الحاضرين بالمنصة العلمية الرائعة تلك، كما أقدم خالص شكري للأستاذة الدكتورة الفاضلة التي ألقت علينا هذه المقالات العلمية المفيدة طبعا لجميع إخواننا المزارعين والباحثين في مجال البحث العلمي. أنا مش هقدم سؤال ولا حاجة، هو يعني هي استفسار من معالي الأستاذة الفاضلة الدكتورة بخصوص مشاكل التمر. طبعا نحن في مصر بنعاني
من مشاكل السوسة التي تصيب ثمار التمر. فإحنا عايزين الجديد في مجال مكافحة هذه الآفة يا دكتورة، خاصة باستخدام المواد النورمال أو الطبيعية وبعيدا عن المواد الكيميائية طبعا، لأن طبعا إحنا لازم نخاف على أهالينا وعلى أسرتنا وشعبنا مصر العريق من التعرض للأثر السلبي لاستخدام المبيدات اللي بتسبب لنا مشاكل في حالاتنا الصحية يعني. ففي بعض إن كان في موجود بعض البحوث أو الإنتاج العلمي بخصوص مكافحة تلك الآفة باستخدام الطرق الآمنة والبديلة البعيدة عن الكيميكال كومباوند، نتشرف بسماع سيادتها من بخصوص هذا الموضوع. وتفضلي معاليك، انا منتظر. بارك الله في حضرتك، ربنا يبارك فيك. ويعني سؤال لحضرتك، احنا معانا الدكتور وائل اهو، انا شايفاه دكتور وائل الشافعي هو اللي يقدر يفيد حضرتك لان هو مجاله، هو ده مجاله. نعم معاليك، نتشرف باي استاذ فاضل يشرفنا على المنصه ونسمع مع برضه طبعا اراءه العلميه في هذه النقطه يعني. تفضل يا دكتور وائل. دكتور وائل الشافعي، السلام عليكم دكتور وائل. دكتور وائل لو معانا جاوب الدكتور. دكتور وائل كمال. الشافعي. دكتور وائل كمال، اتفضل. دكتور وائل انا فتحت لك الصوت اهو، دوس على الصوت، بس دوس على المايك الصوت وافتح الصوت. دكتور وائل ممكن يكون مش سامعنا. ممكن عندنا في معمل النخيل الأساتذة أفاضل، وفعلا عملوا أبحاث قيمة جدا على الطرق الطبيعية لمقاومة السوسة، وياريت والله نعم. ولو سمعنا هيفيدنا كتير دكتور وائل إن شاء طيب الله. احنا نسعد بسماع إن شاء الله أستاذنا الدكتور وائل، ربنا يبارك فيك يا دكتور وائل. رد ولا حد؟ ممكن أي حد؟ في أي حد عنده سؤال تاني؟ أو لو موجود معاليكم أستاذ فاضل في قسم مثلا آفات المخازن ممكن يفيدنا كيفية تخزين البلح وبالطرق الآمنة واستخدام بعض المواد الآمنة حمايته من التعرض للإصابة بآفات دمار البلح في المخازن، يعني مش شرط يكون في الحقل. دكتور وائل حضرتك ممكن احاول اتصل؟ انا بحاول اتصل دكتور وائل والله تليفوني في اوكي. معاليك معاليك يا سيد باشمهندس، عارف كمان عنده بعض باشمهندس عارف. اتفضل باشمهندس عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محاضره قيمه وممتازه، وفي الحقيقه انا اشفقت على الدكتوره، قلت كيف ستبدأ المحاضرة وكيف ستنهيها، لأن موضوع النخيل موضوع كبير ومتشعب، لكن حضرتها جزاها الله خير ووفقها قدرت تجمع يعني أشياء كثيرة تخص النخيل، من الزراعة للفسائل، النخيل النسيجي التي استفادت فيه واستفدنا كثيرا من محاضرتها الرائعة، فحب أوجه لها الشكر وأؤكد على النقطة التي أكدت عليها واللي أثيرت في ندوات مصر تونس، وهي دراسة الجدوى المناخية، إنه الناس بتهتم المستثمرين بدراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية وبتنسى حاجة دراسة الجدوى المناخية، إن أنا أختار الصنف المناسب للمنطقة اللي أنا هزرع فيها وأستثمر فيها. بالنسبة لبعض الطرق الحديثة تستخدم في مقاومة سوسة النخيل، متواجد أو نستخدم بكثرة المصايد الفرمونية أو الكرمونية، بيكون فيها اثنين فرمون، الفرمون والكرمون. الفرمون هو جاذب جنسي لسوسة النخيل، والكرمون هو جاذب غذائي، بتوزع في الحقل بطرق معينة فبتعمل كمصائد لسوسة النخيل، ودي طريقة آمنة وطريقة غير استخدام المبيدات. وشكرا لكم ومحاضرة قيمة فعلا. وإحنا هلا أنت معروفين في الخليج طبعا مهتمين بالنخلة كتير، في زراعة النخلة وفي الفسائل وفي الزراعة النسيجية، فمحاضرة قيمة وموضوع النخيل موضوع كبير، ننتظر من حضرتها محاضرات أخرى في النخيل إن شاء الله. تمام
الو تفضل يا دكتور وائل، بس عنده مشكله في الصوت، انا كلمته بس هو عنده مشكله في الصوت والله. هو فتح دلوقتي. تفضل. أولا أشكركم كامل، أشكر المهندسة لبنى وأشكر جميع الحاضرين، وفعلا كانت محاضرة قيمة، وأنا شخصيا من دولة موريتانيا تشرفت بالانضمام إلى هذا الفريق المتكامل، هذا أولا. ثانيا عندي بعض الأسئلة للدكتورة لبنى وبعض الاقتراحات. تفضل. تسمعني؟ تفضل. أولا بالسؤال، ما هي درجة الحرارة، درجة الملوحة اللي يتحملها النهر في الليتر؟ أنتم يا ترى كم عندكم؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، سؤال الاقتراح، هو استعمال معملهم لكلوريد الزئبق، خطورته رغم أنه يؤدي إلى 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 الطفرات الوراثية، وبالتالي اقترح عنهم يبدلوه بكلوريد الصوديوم أكثر أمان، وهو معقم جيد يغسل بعده الماء. هل تسمعين الدكتورة؟ أسمع حضرتك جيدا. أسمع حضرتك زين، ممتاز. بالنسبة للسؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثاني بالنسبة للأقلمة الداخلية. ماشي تفضل. سبقها مدة تعقيم قبل ما ننتقل إلى 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 هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الآخر والأخير، متى تستعملون الوسط الغذائي السائل؟ نحن هنا نستعمله من أجل إنتاج الجذور أكثر. هل لم أسمعه في المحاضرة؟ وشكرا، ونتمنى الحصول على معطيات لك، يعني الإيميل أو الواتساب أو الفيسبوك إذا ما كان مانع. وشكرا. هو الحقيقة النخل أقصى ملوحة بيستحملها بيتحملها النخل 7000 بي بي إم، دي أقصى ملوحة يعني يتحملها النخيل. بعد كده طبعا ان هو هيتاثر الاسمار وهيتاثر المجموع الخضري، يعني تكاد تكون لا تنتج بعد 7000، يعني اقصى حاجه خالص 7000 بي بي اي. تاني سؤال حضرتك سالته، كلوريد الزئبقيق ده معقم قوي جدا، واحنا بنستخدمه لمده بسيطه جدا جدا، وبعدين بنشطف النبات بعديها بالماء المعقم، وبيفضل شويه في الجارات كده في الماء المعقم، وبعدين بنعقم بعد ذلك بالكلوراكس. يعني ده ممكن يعني بالنسبة لي أنا كان أنجح حاجة استخدمتها. بالنسبة للأقلمة الداخلية، إحنا لما النبات بيكون مجموع جذري كويس ومجموع خضري، وبتبتدي تتكون نسبة من الجذور العرضية، ببتدي أني أنا بحطه في وسط سائل بيحتوي على نسبة قليلة جدا من السكر ونسبة قليلة قوي من مرشيجي وسكوك، وببتدي اني انا احطه على الوسط السائل دوت واعرضه لإضاءة غير مباشرة، وزي بقية التكنيشن اللي انا قلت عليه بقى ان انا بحطه ألمونيوم فويل على أحوية الأنبوبة وببتدي اعمل سقوف فيها. انا عملت تجربة برضو كويسة جدا، ان انا استغنيت عن يعني عملته بماء الصنبور، حطيت نسبة من اليوميك أسيد، ما حطيتش يعني بيئة مرشيجي وسكوج ولا أي حاجة، جاست بس إني أنا حطيت اليوميك أسيد بتركيزات مختلفة وطلعت منه أحسن تركيز، والبحث ده برضو منشور أونلاين، إداني نسبة من الجذور العرضية كونت لي كويسة جدا، ويعني حسن نمو النبات جدا قبل ما أطلعه للأقلمة الخارجية. تالت حاجة بقى مش عارفة حضرتك قلت إيه، أنا مش عارفة السؤال اللي بعد كده إيه. في سؤال، مدة الدورة كلها من وضعها في الوسط حتى الحصول على نبات متأقلم كليا، المدة الحصول على الفسيلة الصغيرة اللي أنا قلت لحضرتك عليها حسب الطريقة، في طريقة دايركت والإندايركت. طريقة الدايركت أو الطريق المباشر ده ممكن أحصل على الفسيلة ديت وابتدي أعمل لها عملية الأقلمة 2.5 سنين، انما لو الطريق اللي هو عن طريق الكلص او الطريق الغير مباشر فدي بتاخدها 3 سنين.
شكرا لحضرتك يا دكتوره، كانت محاضره رائعه جدا. شكرا، بارك الله فيك على وفعلا يعني بالنسبه للنخله. تفضل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عايز في سؤال دكتورة؟ ماشي. طبعا لو سمحتي أبو النور. طبعا شكرا لحضرتك دكتورة طبعا على المحاضرة. بارك الله فيك. أنا من الأقصر أنا. بالنسبة دكتورة الفسيلة دلوقتي المزروعة تمام. الفسائل بيطلع من تحت النخلة يعني من حدود 10 و25 فسيلة تمام؟ ده لحد سن 10 سنين. تمام. هل بعد 10 سنين بيقل عدد الفسائل ولا بيبقى راجع يعتبر لقوه النخله او التغذيه بتاعتها؟ طبعا عدد الفسائل بيختلف على حسب عمليه الخدمه وعلى حسب الصنف، يعني في صنف بيدي 35 لحد 35 فسيله، وفي صنف بيدي 20 25 فسيله على حسب الصنف وعلى حسب التربه اللي حضرتك زارعها فيها. ده بالنسبة للفسائل. ما احنا بنقول ان من ضمن الحاجات اللي خلتنا نلجأ الى زراعة الانسجة بتاع النخيل اللي هي قلة عدد الفسائل المنتجة حوالين النخلة. ده انا قلته سبب من اسباب ان احنا لجأنا الى زراعة الانسجة في النخيل. يعني كده عدد الفسائل الناتجة من زراعة الانسجة يعتبر تكون اكتر من زراعة الفسائل المتاخدة من تحت السمادة، من زراعة من الفسائل اللي طالعة يعتبر من تحت النخلة، يعتبر متاخدة من فسيلة او كده او من بذرة. حضرتك بتتكلم على عدد الفسائل والبشكاء، مش عارفه انا جاوبت على ايه. هو على عدد الفسائل اللي طالعه دلوقتي من تحت النخله العاديه تمام، بيبقى يعتبر عدد قليل تمام. لذلك احنا لجأنا لزراعه الانسجه عشان بتاع عدد فسائل اكتر. نوفي العدد المطلوب مننا من الفسائل يعني. تمام، ايوه بيبقى اكتر طبعا في زراعه الانسجه. طبعا من جزء نباتي ممكن احصل على مثلا من القمه الناميه على آلاف بالطريقة اللي هي بتاعت القلص من النخيل. تمام. شكرا دكتورة ربنا، وشكرا الدكتور دخل معانا اهو. اتفضل وائل. دكتور وائل اهو معايا. دكتور محمد بدوي انا لسه ما سمعتوش يقول حاجة. طيب. كده طيب شايفاه يكتب. وائل على دكتور محمد عجاب. اتفضل دكتور وائل. اتفضل دكتور وائل، ده يسمع فينا؟ هو المفروض انه فتح الصوت. دكتور وائل الصوت بس عنده مشكله في الصوت. هو فتح الصوت. اتفضل دكتور محمد علي. اتفضل دكتور محمد علي بدوي. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل. وعليكم السلام يا دكتور. هو طبعا ما فيش سؤال ولا حاجه. انا بدات اتعلمت زراعه الانسجه سنه 95 في تونس. ما شاء الله. عند الدكتور سمير النجار. حضرتك استاذنا بقى. الله يخليك. هو مش الكارير بتاعي ولكن في البايو تكنولوجي ان جنرال يعني. هو انا باكد مع حضرتك على النقطه بتاعه التجذير بالهيوميك اسيد. الهيوميك اسيد فعلا بافرنج ماتيريال واتهاز الكابابيلتي انها تبقى ستيميوليتنج ماتيريال، فهي فعلا لها دور كبير في التجذير. ودي خطوه مهمه ان احنا نقدر نشيل الاندول اسيتيك والسيتوكاينين والحاجات اللي هي مكلفه كتير، ونتوجه الى الهيوميك اسيد والمستخلصات الطبيعيه اللي هي ممكن ما تكونش هيوميك اسيد بيور جايبينه من امريكا ولا كندا، ممكن او نطلع هيوميك اسيد من مواد محليه من اسمده عضويه. دي نقطه مهمه. النقطه اللي حضرتك ما ردتيش على السؤال بتاع الاخ من تشاد من موريتانيا، حتة السليماني وكلوريد الزئبقيق، هل كلوريد الصوديوم يقوم بالدور ولا لا؟ يعني بص حضرتك، احنا بنعقم الطريقتين اللي انا استخدمتهم زي ما بقول لحضرتك، اللي هي الكلوراكس محلول. نعم. الكلوراكس او الهايبو كلوريد صوديوم تقريبا، والكلوريد الزئبقيق. تمام. انا بقول هاتك لو نشيل كلوريد الزئبقيق من البروسيس كلها هتبقى العمليه ناتشرال. يعني هاتك قلتي من التوصيات انك بتستعملي طحالب وبتستعملي واتيفر باي فرتلايزر، فيا ريت نشيل كل ما هو كيماوي كل ما هو هيفي ميتالز من البروسيس، هتبقى ناتشرال برودكشن للاختيار بتاع الفسائل. وده شيء مهم يا دكتور. نعم على فكرة
على فكرة دكتور بالنسبة للحاجات الطبيعية برضو، إن أنا استخدمت الطحالب الخضراء في مرحلة زراعة وهي ما زالت داخل الهود قبل ما تطلع خارجيا، أنا استخدمته جوه وادتني نتيجة مرضية جدا جدا، بس هو ما بيتعقمش طبعا، عشان يعني بس أنت هنا عارف. حضرتك كمان بيستعملوا الفيش ايمالشن، الفيش ايمالشن براون الجي في مزارع انتاج التمور والشتلات والاوفشوتس بتاعت النخيل، مهمه جدا هذه الاسمده حقيقي، ولها دور فعال في النمو بتاع الفسائل، وفي ان هي تبقى صديقه للبيئه اكثر كمان. الالجي والفيش ايمالشن والهيوميك اسيد فعلا، ودي منتجات متاحه عندنا في الامارات. شكرا استاذنا شكرا الدكتور. لحضرتك يا دكتور. بالنسبه للهيدروكسيد نحن هو فقط هو اللي نستعمله، هو اللي نستعمله في معمل في المخبر التقنيات الحيويه بموريتانيا، وياتي نتيجه ممتازه سمع الله سمع راحه. السؤال كان ايه حضرتك؟ حضرتك افتح أنا المايك سؤال يا يا دكتورة دكتور. شكري. لا هو قفل المايك، افتح المايك يا دكتور. دكتور شيخ، دكتور شيخ. لا انا قلت عن هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد صوديوم من 2013 هو اللي نستخدمه، ونحينا كلوريد الزئبق نظرا لخطورته حتى الى سرب الى الارض، وبالتالي اعطى نتائج ممتازه جدا ما شاء باستخدام الله يا دكتور، واستخدام ما شاء الماء الله. المقطر. يعني النتيجة هائلة إن شاء الله، يعني تبقى في الحاجات الموصى بها بإذن الله. ان ما شاء شاء الله الله. بارك الله. وبقيت ان اؤكد عليك ان اطلفت المعطيات نتاعك بالايميل، والله هذا اذا كان ما في اي ازعاج لتطوير ذيك لا العلاقه اللي حاضر، بيننا نحن وانتم. كما ممكن حضرتك شكرا. تكتبها على الشات. ممكن اه حضرتك حضرتك اكتبها، انا هكتب لك الايميل بتاعي. اكتبها على صار الشات دلوقتي. وقت انا نكتب لك الايميل بتاعي وبعدين تكتبي لي انت. شكرا. حاضر حاضر. في اي حد عنده سؤال تاني؟ في حد عنده سؤال؟ ما فيش حد رفع يده. في دكتور محمد حجاب شفته رفع يده، ما اعرفش دلوقتي. انا ما عليك، كان هو نفس السؤال او استفساري من استاذنا الفاضل عن الافضليه ما بين استخدام كلوريد الزئبق وكلوريد الصوديوم، نظرا لان كلوريد الصوديوم من المركبات او من المواد الطبيعيه الناتشورال استخدامها في هذا الفيد. فاستاذنا الفاضل تقدم بالسؤال عن هذا الاستفسار عن هذه النقطه، واكون شاكر لافضل على ايقاع تلك النقطه وعلى يعني اجابه الاستاذه الدكتوره لبنى علي ان شاء الله. الله يبارك فيك، واتمنى لحضرتك دام التوفيق. بارك الله فيك، بارك الله. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. دكتور وائل حضرتك تقدر تتكلم، الصوت عندك بقى احسن. السلام عليكم. دكتور وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوت واضح كده؟ صوت تمام. واضح يا دكتور. تمام. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا دكتور. اسف جدا، انا بحاول من اول المحاضره ان انا اشارك بس عندي مشكله في الانترنت، انا اسف جدا. لا تفضل يا دكتور. امرك وتفضلوا. كان السؤال ايه؟ السؤال تفضل. السؤال ما عليك ان هو دلوقتي نظرا لان التمور من المحاصيل الاستراتيجيه في جميع انحاء الوطن العربي، وبيستخدم في فتره التخزين بعض المركبات الكيماويه الضاره السامه زي الفستوكسين والديتين او مركب الملاثيون الباودر في الحفاظ عليها من تعرضها للهجوم بالافات المخازن. القضاء على تلك الآفة وحماية
التيمور المخزنة، يبقى نعم عليك تتفضل بإلقاء تلك المركبات علينا كي نستخدمها ونستفيدها ونفيد بها إخواننا المزارعين وأهالينا، وأكون شاكر الأفضال معك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عاوز أقول إن موضوع مكافحة آفات ثمار النخيل أو مكافحة آفات التمر في المخازن بيبتدي من الحقل، بحيث ان انا عشان اوصل للاداره المتكامله للافات بتاعه ثمار البلح لازم ابتدي عمليه الاداره بتاعتي من الحقل، بحيث ان انا المفروض اكيس الصبايط بتاعه نخيل البلح وهي موجوده بعد فتره التلوين عشان احميها من الاصابه بالافات اللي بتيجي تهاجمها وتحط عليها البيض، وبعد كده وقت الجمع بتتجمع وتدخل المخازن. دي بتوفر عندي ضرر كتير جدا جدا من البدايه. المفروض ان انا ابتدي استخدم معاها المكافحه الحيويه باستخدام البيض بتاع رتبه حشفيه الاجنحه اللي بتتباعها حشرات كتيره من حشرات افات ثمار النخيل. نعم. بعد كده بالنسبه لسوسه النخيل يا دكتور، يعني هل توصل البحث الى وجود يعني حاجة تزيل هذه الآفة اللي ده من الصعب زالتها أستاذ الصعب زالتها هي لها تراب معاليك لها تراب لجذب الأضلت وصدر الدكتور ممكن يتفضل يكمل يعني عفوا سمعت السؤال كويس آفة إيه حضرتك؟ سوسة النخيل يا دكتور النخيل. سوسة النخيل يعني ليها برنامج مكافحة يعني متخصص جدا بتراعى فيه إجراءات أطوال السنة غير آفات الثمار. نعم. سوسة النخيل مشكلة الاقتصاد، يعني سوسة النخيل ممكن يعني تقتل النخلة. حضرتك يعني اتفضل حضرتك. أيوة. بقول لحضرتك يا وائل ان سوسة النخيل بتبقى ليها برامج للعلاج، يعني برامج المقاومة، انما اللي هي اصابات بتاعت الثمار دودة الثمار دودة الثمار البلح حضرتك المقصود حضرتك بدودة الثمار البلح قصدي حضرتك ايه؟ ان ثمار البلح بتصاب بآفات كتيرة بدءا من ثاقبة العراجين مرورا بالحميرة آفة الحميرة ثم دودة الخروب دودة البلح العمري ودودة بلح الواحات وأبو دقيق الرمان كل دي آفات الثمار عندي. المفروض لو أنا عملت برنامج من البداية بحيث أن أنا كيست الصبايط في الحقل كده أنا منعت نسبة كبيرة من الإصابة، أن الآفات مش هتيجي تحط لي بيض على الثمار. ثانيا استخدام طفيلة تراكوجراما في الحقل برضو هيأثر أن هو يكافح جزء كبير من الافات، بجانب ان البلح لما يروح للمناشر خصوصا البلح النصف الجاف والجاف بيتنشر في المناشر بيبقى عرضه للاصابه بالحشرات. المفروض ان انا استخدم المكافحه الحيويه باستخدام طفيله التراكوجراما بجانب المكافحه السلوكيه باستخدام المصايد الضوئيه بتجمع عندي حشرات كتيره جدا. بعد كده المرحله اللي انا هدخل فيها للمخزن، المفروض قبل ما ادخل المخزن استخدم طرق فعاله قبل ما اخزن الثمار، زي ما حضراتكم عارفين كان في باستخدام بروميد الميثايل، وده طبعا حرم دوليا من 2015 للاثار الجانبيه اللي هو بيحدثها على سواء على البيئه وعلى طبقه الاوزون او الاثار التراكميه اللي بتيجي على الانسان ويسبب السرطان، وحل بداله فوسفين غاز الفوسفين. غاز الفوسفين كان بيؤتي نتائج كويسه ومبشره، مع مرور الوقت ابتدى يعني الناس تحاول تدور على بدائل اكثر امنا. في الوقت الحالي من افضل البدائل استخدام غاز الايكوفيوم. غاز الايكوفيوم عباره عن 98% غاز ثاني اكسيد الكربون بجانب 2% بس فوسفين، كده انا باخد الكفاءه العاليه بتاعه الفوسفين والامان بتاع غاز ثاني اكسيد الكربون، بجانب ان هو بيعمل عندي حاجه جميله جدا، لان انا لما باجي اخزن الثمار واجي كنت سواء كنت بعملها ببروميد الميثايل او اي غاز ثاني او بالفوسفين كانت بتدخل عندي الثمار وبتموت اليرقات جواها وهي جوه الثمار ما بتخرجش من الثمار.
لكن باستخدام الغاز الاوكوفيوم والغاز ثاني اكسيد الكربون بيؤدي للاختناق، فبلاقي اليرقات تبتدي تطلع من ثمار البلح عشان تدور على الاكسجين، فده بيعمل لي فايده كبيره جدا. بعد ما عملت المرحله دي كده انا داخل بالبلح امن الى المخازن. المفروض المخازن تبقى مبرده مش مخازن عاديه، يبقى المخازن محكمه الغلق عندي وكمان تبقى مبرده على درجات حراره منخفضه. درجات الحراره دي بتمنع عندي ان الحشرات انها تتحول من طور الى اخر لو تواجدت، ولو زادت درجه التبريد بتقتل الافات الحشريه اللي بتصيب الثمار داخل المخازن، وكده ابقى دخلت الثمار بشكل امن داخل المخازن وحافظت عليها. شكرا جزيلا استاذنا دكتور وائل. شكرا لحضرتك. لا تحت امرك. في حاجه جديده بالنسبه للسيست النخيله الحمراء يا جماعه. هنا في الامارات توصلوا الى عمل الجينوم بتاع السوسه نفسها، خلاص يعني انتهوا من التعرف على الجينوم النخيله الحمراء، وبصدد عمل مقاومه حيويه زي فكره البي تي، ان يتنقل جزء من البروتين اللي هو يكون توكسيك بالنسبه للسوسه الحمراء، ودي لسه في مراحل التجارب، ولكن سنس ان الجينوم اتعرف بتاع السوسه، فالامل كبير في ان يتم مقاومتها زي ما اتعمل بالظبط مع دوت القط. حاجه كويس. دي حاجة مبشرة يا دكتور. مع أستاذنا الدكتور، معلش مداخلة بسيطة ممكن معليك؟ تفضل. أستاذنا الفاضل دلوقتي أستاذنا الدكتور محمد البلوي تفضل بإلقاء الضوء على نقطة مهمة جدا وكل طبعا العالم الخارجي شغال فيها، وهي استخدام الجينوم أو حقن البي تي بخصوص القضاء على الآفة. طبعا البي تي حضرتك معروف ان هو له سايد افكت على الكائنات او الانسان اللي هتغذى على الثمار، ما ممكن معاليك ده يدخل في الشفرات الوراثيه ويعمل تغيير في الجينوم بتاع الانسان اللي هو سواء الكروموزومات او الدي ان ايه اللي هي خاصه بنقل الشفرات الوراثيه. فاحنا طبعا معاليك في محاذير على استخدام بي تي، وانا طبعا نظرا ان انا شغال في مجال الكنترول البلورمز في القطن، فطبعا معظم العالم الخارجي بيلجأ لاستخدام البي تي انجكشنز في البلانت تو بي كنترول اول ساكنج بيستس ان بلانت، ونظرا ان استخدام البي تي في القطن ليس له اثر ضار، طبعا نظرا ان القطن طبعا لا يتغذى عليه الانسان ولكن يستخدم في المنتجات بتاعته اللي هي الاقطان وما الى ذلك، فيعتبر ليس له مشكله. انما في حاله استخدامه في المواد الغذائيه اللي بيتغذى عليها الانسان، فطبعا تلك النقطة ستسبب لنا قلق شديد جدا، وممكن تعمل لنا مشاكل فيما بعد لا يحمل عقباها. فنتوصل من معالي أستاذنا الدكتور محمد يوضح أكثر لحضرات الإخوة الحاضرين على المنصة وما وجهة نظر معالي في تلك النقطة. ولسيادتك خالص شكر وتقدير. تعرف أن السوسة بتبقى في الجزء التحتاني من النخلة في الجذع. ايوه نعم. السوسه بتبقى تحت ما تبقاش عند الثمار ابدا، هو الشغل مش بتاعي ولكن انا مطلع عليه. نعم. ونقل الجين بالنسبه للسوسه ما بتوصل السوسه انها تاكل تمر يعني ابدا يعني، ولكن المنتج هيكون لازم يكون عليه بايو سيفتي ويطمن. نعم. ما تقلقش ان شاء الله. نشكر معاليك معالي الاستاذ الفاضل على هذا التعليق، شكرا لحضرتك. شكرا لكم جميعا. شكرا لحضراتكم. في اي سؤال تاني؟ في اي حد عنده اي استفسار تاني؟ استاذ حضرتك يا باشمهندس اتفضل. الو، كنت عاوز اضيف بالنسبه لموضوع السوسه، يعني السوسه مش مستحيله في المكافحه، بمعنى ان انا لو اخترت من الاول فسائل وفحصتها كويس وعملت لها غمر في محلول حشري قبل ما ازرعها وزرعتها وابتديت اتابعها مره كل 15 يوم صيفا ومره كل شهر شتاء، ومجرد ما انا الاقي الاصابه واكتشف الاصابه في وقت مبكر ان انا كافحها بصفه مستمره ويعني تدريجيه، انا هقضي على الحشره دي زيها زي باقي الحشرات. الخوف يعني القاتل اللي عند الناس من سوسه النخيل ده انا شايف ان ما بقالوش ليه داعي في الوقت الحالي. الناس اللي عندهم مزارع النخيل المستثمرين بيبقوا مهتمين جدا وبيعالجوا المشاكل بسهوله لان هم بيتابعوا النخيل بصفه مستمره. لكن بالنسبه لحوالي 90
في المية من مزارع النخيل اللي هي الزراعات والحيازات المفتتة عندنا هي دي اللي فيها المشكلة، ان الناس المزارعين ما بيهتموش ان هم يفحصوا النخل، وحتى لو قلنا لهم الاصابات بتتعالج ازاي ما بيهتموش ان هم يوفروا المبيدات او يعملوا طريقة الحقن المظبوطة اللي احنا بنقولها لهم. يعني انا شايف ان المشكلة اكتر في تطبيق طرق المكافحة، لكن الآفة نفسها مش خطيرة للحد اللي الناس بتقول عليه. تمام، شكرا دكتور وائل. تفضل استاذ حسن، افتح المايك. لا شكرا جزيلا، انا بأيد بس رأي الاستاذ اللي اتكلم في ان سوسة النخيل ما هياش بدرجة الخطورة، والمزارعات الصغيرة هي السبب في انتشارها، لان هي ما عندهاش المتابعة الجيدة او الوازع القوي ان هي تكافح. مداخلة بسيطة بعد اذن عليك مع استاذنا الدكتور وائل لو تكرمت يا استاذ شكرية. تفضل يا استاذ محمد. الموضوع شيق معاليك طبعا، احنا لا ما مش عايزين نسيبه خالص طبعا بوجود حضراتكم معانا. يعني هو بس النقطة بس اوجهها لاخي الفاضل استاذنا الدكتور وائل، بالنسبة لحضرتك لاستخدام الناتشورال كومباوند فور كنترول انسكت بالم اللي هو كاستخدام احد المواد الريبيلنت للآفة ضمن الاي بي ام للآفات ثمار التمر، طبعا ما هو ممكن معاليك فيه بحوث كتيرة تم انتاجها في هذا المجال باستخدام المواد الطبيعية سواء الطاردة للحشرات زي مثلا زيت الكافور، زيت النعناع، زيت الريحان. معليك طبعا معليك تعلم ان هذه المواد لها دور فعال لو انا دخلتها في البرنامج لو اي بي ام، وممكن ادخلها ايضا في حالة قبل ما اعمل عملية التخزين للثمار ان انا اعمل رش للمكان اللي هبدأ اخزن فيه، تعتبر كوسيلة آمنة ضمن برامج الاي بي ام اللي بنستخدمها، وممكن تخلينا نتغاضى حتى ولو 20% 30% من استخدام الكيميكال كنترول. فرأي معاليك في هذا الرأي يعني. اولا يعني انا برحب برأي حضرتك طبعا، الكلام اللي بتقوله ده مظبوط، لو انا استخدمت بعض المواد الطبيعيه زي الزيوت او المستخلصات بالنسبه لافات الثمار في دهان جدران المخازن اللي هخزن فيها بحيث ان انا ما اسيبش روايح على ما رشش على الثمار، برش على جدران وبدهن جدران المخازن، بتؤدي نتائج كويسه جدا فعلا. بس طالما انا عندي مخازن مبرده فهي افضل، ما عنديش ممكن استخدم الطريقه دي بالنسبه لافات الثمار. بالنسبه لسوسه النخيل الحمراء، استخدامي للحاجات الريبلانت زي النيم او باقي الحاجات لازم يبقى زي ما حضرتك ذكرت كده طبق الاي بي ام او الاداره المتكامله للافه. ازاي؟ لان انا لو انا هبعدها بس ابعدها هتروح فين؟ ما تبعد هتروح لمزرعه تاني هتصيب نخل تاني، لازم ابعدها واصطادها في مكان ما تاني. يعني اكون عامل خارج المزرعه مصايد تصطادها بعد ما انا بعدتها عن النخل بتاعي، لكن ابعدها وبس ان انا كده ما عالجتش المشكله انها هتروح تصيب نخل تاني جنبي وبعد كده هيرجع يعيد الاصابه ليا مره اخرى. نعم شكرا لافضل معاليك على هذه الاجابه، شكرا لحضراتكم جميعا. شكرا دكتور وائل. شكرا استاذنا الفاضل سعيد بيه. شكرا للدكتور محمد وشكرا لكل الحاضرين. نحن اللي نشكر معاليك يا دكتور محمد، وشكرا للدكتورة لبنى اللي النهارده هي دي المحاضرة الثانية في هذه الشجرة المباركة، يعني ولسه عندنا ما نقول عليها كتير جدا عشان زي ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليها 23 مرة، فلازم احنا نوفوها حقها لأنها يعني تساوي كل الزرع زي ما هو موجود في القرآن برضو. الحمد لله، يعني بالنسبة للشجرة دي لازم نوفوها حقها ونتكلم عنها عشان احنا دلوقتي في اقتصاديا زراعة النخيل بقت حاجة ملزمة على كل مستثمر انه يعمل من كل مزرعة ما بين 20-25% زراعة من المساحة من النخيل و 10-15% زيتون، فلازم نكون معتنين جدا بهذه الشجرة المباركة.
وإن شاء الله بوجودكم طبعاً معنا كلكم حتكونوا معنا في المشاريع، في المشروع القومي الذي سيتم، هو مشروع استثماري لكنه أسميه قومي لأنه فيه كل أنواع الزراعات، فيه كل يعني يجمع كل الزراعة مع الصناعة مع التجارة، التجارة كمان ومع السياحة الزراعية، يعني يجمع كل المنظومة الزراعية مع الحياة العمرانية. فده لازم يكون وجودكم معنا ولازم تكونوا موجودين هنا في مصر مش في أماكن تانية، وإن شاء الله يكون عندنا كل حاجة. يا دكتور تضحك عشان يعرف أنا لازم تجي لمصر إن شاء الله. احنا نتشرف ان انا اكون مع معاليك دايما طبعا في الواتساب. دكتورة لبنى. نعم. محمد. لبنى محمد. نعم. الايميل ورقم الهاتف. انا تركته لحضرتك اهوت على السطح. كتبته لحضرتك. مش ممتاز. وانا فعلا سعيدة بوجود الكوكبة المتميزة من العلماء اللي معنا، وان شاء الله نعملوا حاجة كبيرة، وانا متفائلة جدا يعني فعلا متفائلة بوجودكم مش لوحدي، انا لوحدي ما اعرفش اعمل اي حاجة. احنا ان شاء الله مع عليكي في كل شيء تأمري احنا خدمين ان شاء الله. انا معاك على طول يا دكتورة والله ان شاء الله، والخدمة العلم دايما مش هتلاقي حد يتملص من حضرتك قاعد ان شاء الله. الله يخليكم وان شاء الله كلنا في سبيل العلم والتحقيق اعلى انتاجية باذن الله من التمور على مستوى العالم كله وليس شرق الاوسط. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. رئيس مجلس مصر تونس لاستصلاح الاراضي والتنمية الزراعية، شكرا للندوة الجميلة الرائعة للدكتورة لبنى. الله يبارك فيك. جديد. وشكرا لكل سادة الحضور، أستاذنا الدكتور محمد بدوي، الدكتور محمد حجاب، الدكتور شكرا الدكتور حسن، الدكتور محمد حجاب، الدكتور شكرا لحضرتك، دكتور وائل شكرا لحضرتك، شكرا لجميع الحضور، شكرا شكرا لكم جميعا، شكرين تمنياتنا لكم بالتوفيق دائما ان شاء الله. بارك الله أهلا، بارك الله فيك. لأن كل جزء فيها له فوائد وله صناعات وله مزايا، فإن شاء الله دايما نكون مستمر كل فترة كده عن ندوة عن النخيل. وأهم من الحاجات اللي نبهتنا ليها الدكتورة لبنى إن زراعة النخيل ممكن تنجح في أي مكان، في أي مكان في مصر هتنجح، إنما كمية الإثمار وجودة الإثمار بتختلف من صنف لصنف. عشان كده دايما اي حد عايز يزرع نخل لازم نعرف المنطقه بتاعته فين ونديله توصيه بالاصناف اللي تنجح في هذه المنطقه. شكرا جزيلا. عايز اقول حاجه بس، وخصوصا الدراسه المناخيه دي اهم طبعا. حاجه نعم. انا عايز اقول حاجه برضو كثواب علم وصدقه علم، واحنا عندنا دكتور شريف الشرباسي منزل تبع منظمه الفاو او مشروع الفاو اطلس نخيل، انا ممكن يعني اشيره لكم، اللي عايز يزرع نخيل في اي منطقه يستعين بالاطلس ده، هيقول له ازرع في المنطقه دي ايه وازرع في المنطقه دي عشان احقاق الحق الاهلي. يعني شكرا لحضرتك يا دكتوره لبنى على هذه اللفته الجميله. ودكتور شريف حتى كان قال الندوه ديت المحاضره في توزيع النخيل كله كان قالها في معرض بتاع دينا المعداوي السنه اللي فاتت او مش عارف السنه دي كان في اول السنه يعني. الحقيقه كانت ندوه رائعه يعني وسجلناها وكده يعني. ان شاء الله حضرتك برضو تشير لنا الاطلس دوت بحيث ان احنا ننزله، ابعتوا لي حضرتك وانا انزله في الجروبات ان شاء الله، وغالبا هيكون عندي يعني، بس حضرتك ابعتوا لي برضو للتاكيد يعني. وفي حاجة تانية برضو أنا عايزة أقولها للإفادة للجميع، أنا في قناة عندي عاملها إرشادية للنخل بس من الألف للياء، حتى حط فيها خلاصة التجارب بتاعتي كلها. سعيد بعثوا لي أنا ما أشوف الجروبات. أنا لو سمحت إلى كلمة التسجيل حبقى اللي بعثوا لي ده أنا حبقى بشيره على الجروبات كلهم. هبعته لحضرتك. عندي ما هو وديته لي. بارك الله فيك يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك. او تدخلني في الجروب، تدخلني في المجموعه اذا كان ممكن برضو.
ان شاء الله ادخل حضرتك في في المجموعه رقم تليفون حضرتك ممكن تقول لي عليه دلوقتي بس ابعت حضرتك تليفونك عشان الواتساب عشان الرقم اللي بعته لكم هو رقم هو رقم الواتساب اوكي لا لا الواتساب اللي بعته على شو اسمه اللي اوكي انا هشوفه وحبعت هدخل حضرتك للجروب عندنا ان شاء الله بارك الله فيك تشرفت بذلك الجروب بيسأل اسم الجروب يا دكتورة اسم الجروب اسمه ندوات شركة مصر تونس ندوات شركة مصر تونس على الواتساب إن شاء الله شكرا جزيلا لكم جميعا شكرا جزيلا لكم بارك الله فيك شكرا حضرتك شكرا بارك الله فيك شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة